صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم وحلقه جديده برنامجكم صباح دريم. النهارده الاربعاء 27 ابريل 2016، 9 صباحا بتوقيت القاهره. يوم سعيد على الجميع باذن الله. اولا النهارده وبعد فقرتنا الاخباريه مباشره هنتكلم مع حضراتكم في ملف مهم جدا جدا، اتصور ان الملف ده بيهم كل اسره مصريه او هيهم كل اسره مصريه، لانه بالتاكيد مفيش اسره ولا بيت ولا عيله ولا حد من جيرانك مفهوش اعلان حاله طوارئ اليومين دول، لان في ثانويه عامه واحد او اثنين، يعني فرد او اثنين من الاسره او اكتر. النهارده هنناقش مع حضراتكم امتحانات الثانويه العامه بقت حاجة زي البعبع كده بتخوف كل أسرة وكل عيلة، ليه دايما بتكون سبب في رعب في نفوس الطلاب ورعب أكتر في نفوس أولياء الأمور؟ الامتحانات السنة دي أخبارها إيه؟ جدول الامتحانات راعى ظروف الطلاب ولا لأ؟ معلومات كتير جدا، تفاصيل كتير جدا هنعرفها مع حضراتكم طبعا، لأن هيكون معانا ضيفنا اللي هينورنا في هذه الفقرة الأستاذ محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم. مستنيين آرائكم ومقترحاتكم، ولو في أي شكوى عايزين تقولوها للأستاذ محمد سعد هيكون موجود معانا بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة. طبعا طرق التواصل معانا على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، اس ام اس على 9 11 72، وصفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. مرة تانية بصبح عليكم واستنونا بعد هذا الفاصل وهنرجع لكم حالا والأخبار المحلية. نبدأ أخبارنا المحلية من الأهرام والسيسي، نقدر مواقف البحرين مع مصر عقب ثورة 30 يونيو ونؤكد وقوفنا معها ضد أي تهديدات خارجية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر مواقف مملكة البحرين الشقيقة عقب ثورة 30 يونيو، وأكد السيسي أيضا وقوف مصر الدائم بجانب البحرين ضد أي تهديدات خارجية. جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين عقب انتهاء جلسة المباحثات، وأشار السيسي إلى حرص مصر والبحرين على تطوير علاقتهما، وأيضا طبعا باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك. كان الرئيس السيسي والعاهل البحريني قد شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين بحضور وفدي البلدين. ومنها إلى المصري اليوم، الحكومة معرض سلع أهلا رمضان بكل محافظة بكميات وأسعار مناسبة. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وبالأسعار المناسبة لجميع المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفقا لخطة واضحة لنشر السلاسل التجارية والمجمعات والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة المناطق والمحافظات، وإقامة العديد من المناطق التجارية واللوجستية التي تساهم في دعم حركة التجارة الداخلية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات في كافة أنحاء الجمهورية. ومنها إلى جريدة التحرير، تخصيص 2 مليار و400 مليون جنيه لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وصرح السفير حسام القويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح في بيان له بأنه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بضرورة الحرص على المواطن البسيط وتجنيب أي أثار سلبية، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه مصري لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يزيد على معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، على أن يكون ذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، أيضا مع التوجيه بضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج إضافة المستحقين والمواليد الجدد وتنقية قوائم الدعم من المقيدين غير المستحقين. تعالوا نروح لجريدة الوفد، ووزير الصحة 3.5 جنيه ثمن علبة لبن الأطفال المدعمة.
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الوزارة انتهت حاليا من مناقصة توريد أنباء ألبان الأطفال، منوها بأنه تم إلغاء الأمر المباشر السابق وتم للمرة الأولى عمل مناقصة لتوريد ألبان بين الشركات المنافسة. أضاف الوزير أيضا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أنه تم الترسية على أرخص سعر 26 جنيه للعلبة وأعلى جودة، حيث شمل سعر النقل والتخزين والتوزيع وفتح الاعتماد البنكي، أي ما يعادل 2.5 تقريبا يورو، أي 10.5 جنيه بحسب البنك المركزي. وكان ذلك طبعا للشركة المصرية للأدوية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم بيعها للمستهلك بثلاثة جنيه ونص فقط، لافتا إلى أنه تم تغيير مواصفات الألبان لتتساوى مع المواصفات الأوروبية بمشاركة عدد من الخبراء ووزراء التجارة والصناعة، حيث تم وضع شرط آخر أن يكون اللبن المستورد متداول في بلد المنشأ. تعالوا بقى نروح للمصري اليوم، وافتتاح مؤتمر مديري إدارات المرور تحت شعار مواجهة حوادث الطرق. بدأت الإدارة العامة للمرور أمس الثلاثاء عقد فعاليات مؤتمر مديري إدارات المرور 17 تحت شعار الوعي المروري والتقنيات الحديثة في مواجهة حوادث الطرق في الفترة من 26 حتى 28 إبريل الجاري، وذلك في إطار خطط التدريب السنوية لوزارة الداخلية. يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز دور وزارة الداخلية في مجال تطوير وتحديث آليات العمل المروري لحل المشكلة المرورية وتحقيق السلامة للمواطنين، والاطلاع والتعرف على الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة للتحكم ومراقبة الحركة المرورية، وأيضا إلقاء الضوء على أهمية دور الجهات المعنية في الحد من مشاكل المرور. مشاهدينا، التفاصيل في التقرير التالي. المؤتمر ده كل إدارات المرور بتقدم المجهود بتاعها خلال الفترة الماضية والمستجدات اللي هي تم استحداثها والنظم والمعلومات والتقنيات الحديثة للحد من حوادث الطرق. عندنا مشكلة كبيرة جدا في الوعي المروري، عشان كده المؤتمر ليه محورين رئيسيين. المحور الأول هو الوعي المروري، وده بيشمل نقاط متعددة تبدأ من التربية والتعليم، الأسرة، رجال الدين، نقابات، المنظمات، المجتمع المدني. ده عبء كبير جدا، ودي محور مهم جدا، أعتقد محتاجين نحركه ونحركه بشدة وبإرادة عشان نقدر نرتقي بمستوى الوعي العام اللي هينعكس أكيد على الطرق. احنا دلوقتي شغالين في بروتوكولات مع وزارة التخطيط ومع نيابة، وبنعمل مجموعة من التطبيقات اللي تكفل للمواطن ان هو يعمل الاجراءات بتاعته عن طريق الانترنت. مش انترنت بس، يعني انت تقدر تجددي عن طريق الانترنت، تقدر تعمل نقل قيد عن طريق الانترنت، مش كده بس. حضرتك لما بتشتري عربيه وتروح تسجلها في الشهر العقاري، لا، احنا بنعمل تطبيق عشان لما انت بتعملي الاجراء ده في الشهر العقاري، لما الراجل الموظف الشهر العقاري يدي اكسبتنس ينزل عندي انا في قاعده بيانات العربيه اتباعت من فلان وفلان. بيت هذا المؤتمر ان جميع الساده مديرين المرور على مستوى الجمهوريه بيكونوا موجودين، كل منهم مكلف ببحث مشكلة المرور عنده وإيه الطرق اللي هو أوجدها لحلها. في الوقت نفسه الخبراء الموجودين وقيام قطاع الشرطة متخصصة وإدارة نظم معلومات من خلاله إنها تطبق الطرق الحديثة. بنقص على محطات فحص فني لأن إحنا تبقى عندنا سيارات مظبوطة، بنقص على مراكز تعليم قيادة، بنقص على مدارس تعليم قيادة غير المراكز حتى. فكل اللي احنا ماشيين على كل اتجاهات الحوادث اللي تسجيلها، تكرار مناطق تكرار الحوادث، تنسيق مع الجهات، مجلس قومي للسلام على الطرق ليه مجهود في هذا الكلام وتوصيات، وبنعمل على تنفيذها ان شاء الله. وعودة إلى أخبارنا مرة أخرى مشاهدينا من اليوم السابع. مدير أمن القاهرة فوز 2827 شخص بقرعة الحج وتخصيص 10% لكبار السن. أعلن السيد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمس الثلاثاء، أعلن أسماء الفائزين في قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لحج القرعة بمديرية أمن القاهرة هذا العام من أبناء العاصمة،
بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر أكاديمية الشرطة في العباسية. وأكد عبد العال أن عدد أسماء المتقدمين لقرعة الحج تقريبا 57500 مواطن، وتم توزيع حصة المحافظة البالغة 2827 على أقسام الشرطة بالمديرية وفقا لعدد من المتقدمين بكل قسم. أضاف كمان أنه تم تخصيص نسبة 10% من حصة المحافظة لكبار السن وفقا لتاريخ الميلاد من الأكبر للأصغر بإجمالي 282 حاج، وإجراء قرعة لاختيار نسبة 5% من حصة المحافظة من الاحتياطي لحالات التخلف أو الاعتذار من الفائزين الأصليين بإجمالي 565 حاجة. مشاهدينا تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر عن قرعة الحج هذا العام من خلال هذا التقرير، ونرجع لكم مرة تانية. والله طبعا يعني هو بالنسبة للحالات الصحية في بعثة صحية مرافقة للحجاج يعني. أما طبعا بالنسبة للناحية الأمنية طبعا دي خاصة بالمملكة العربية السعودية، وهي طبعا بتدير يعني موسم الحج على أعلى مستوى. تقديم الحج السنة دي كان منتهى السلاسة والسيولة، إن المواطن ممكن يقدم عن طريق خدمة صوتية، عن طريق التليفون، عن طريق إن هو لو من موطن آخر ممكن يقدم في المكان اللي قاعد فيه. يعني لو واحد من أسيوط وقاعد في القاهرة بيقدم في القاهرة مكان شغله أو عمله، والطلب بتاعه بيتحول عن طريق التقنية الإلكترونية لمحل إقامته الأصلي في أسيوط. أي حتة تانية هتلاقي ممكن يقولك فندق 5 نجوم تلاقي نفسك في فندق 3 نجوم في آخر الدنيا، لكن الداخلية أو كحكومة في دولة لازم أكيد هتبقى ملتزمة بالفنادق دي بطريقة البرنامج بتاع الحج نفسه، فأكيد طبعا في التزام أكبر. هو الإجراءات لازم يكون بطاقة سارية، ولو هو عدى سن 70 سنة لازم يبقى مع مرافق، وكان كل الطلبات وكل الحاجات دي وكل الدفاتر كانت متوفره بامر السيد اللواء مساعد اول وزير الداخليه خالد عبد العال. تعالوا نكمل اخبارنا، واخر خبر معانا النهارده في اخبارنا المحليه من الوطن. الرئاسه تطالب بريطانيا بالكشف عن غموض مقتل شريف حبيب. أعربت رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصري الشريف عادل حبيب ميخائيل الذي لقي مصرعه وتم العثور على جثته محروقة في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن. وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصري. أكدت أيضا أن السلطات المصرية المعنية تتابع باهتمام التحقيقات التي تجرى حاليا بشأن مقتل المواطن المصري، وصولا إلى الوقوف على ملابسات وقوع هذا الحادث، ولا سيما أن الدولة المصرية تولي عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كل مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو في الخارج. أهابت رئاسة الجمهورية أيضا بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها وجهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث ومعرفة أسباب وقوعه وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقابا رادعا بموجب القانون، أخذا في الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصري الفقيد في التعرف على أسباب وفاته وأيضا تحقيق القصاص العادل. طيب ده طبعا بالنسبة احنا طبعا اكيد مستنيين وفقا للإجراءات القانونية مستنيين التحقيق. اتمنى ان احنا نعرف تفاصيل هذا الحادث، والتفاصيل لغاية دلوقتي ان شريف ميخائيل عثر عليه محروقا في احد الجراشات في منطقة ساوث هول في لندن، وهو شاب مصري خريج كلية الهندسة قبضوا بعدها على واحد مشتبه في بريطاني، ولكنهم اطلقوا سراحه بعد يعني قليل لان لم يثبت عليه اي نوع من انواع التهم. الخارجية المصرية الحقيقة تحقق في الموضوع، ونتمنى ان هم يطالبوا ويعني يدفعوا بالسلطات البريطانية ان هي تسرع جدا في التحقيقات، لان احنا محتاجين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. هل هذا الحادث هو حادث عابر ام في اي شبهة جنائية او اي يعني في اي مشكلة؟ طيب تعالوا بقى نعلق اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. سيادة السفير صباح الخير يا فندم. عايزين نعرف يا فندم اخر التطورات في حادث وفاة الشاب عادل شريف عادل ميخائيل، اتفضل يا فندم.
هو يعني طبعا ثورات امن العنصريه المصريه اثرت في الحادث الدكتور العام والد المواطن الشريف وتوجهه مع المستشفى وتبين طبعا توفى بعد المستشفى مباشره. أيوة. والاجراءات الشرطه البريطانيه بتقوم بالتحقيقات حاليا. طبعا ده واضح هو حادث جنائي وبالتالي بيتطلب الطب الشرعي تدخل الطب الشرعي. طيب هو في يعني الواضح ان الحادث جنائي ده اول حاجه توصلنا لها. يعني يبدو ذلك لانه بانتباه بالحادث الجنائي لانه السياره محترقه في الدراج وهو بداخلها بالظبط. وبالتالي بياخدوا دايما بيتصوروا او بيعتبروا الاول فرضين حادث جنائي بيتطلب الامر تدخل الطب الشرعي. طيب سيد سفير التحقيقات بتقوم بها الشرطه البريطانيه الان والعنصريه المصريه بتتابع تلك التحقيقات. اكيد الخارجيه اصدرت بيان امس بتطالب به او بتتوقع به من الحكومه البريطانيه او السلطات البريطانيه القيام بتحقيق عاجل وشفاف ومحايد في هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن للكشف عن مؤسسات الحادث ومحاسبه المسؤولين عنه. تمام. وفي نفس الوقت تم ايضا التاكيد على اهميه ان السفاره البريطانيه في مصر تقدم التسهيلات لعائله الضحيه المصري على اعتبار انه يعني اذا كانوا في رغبه في بعض افراد اسرته للسفر للتواجد مع والدته الموتى وجدين الذين يقيمون في بريطانيا يبقى ما يكونش في اجراءات تتسم بيروقراطيه ويكون تسهيل هناك يعني تسهيل لعمليه منحهم التاشيره. طيب يا فندم هل حضراتكم يعني كوزاره خارجيه هتفيدوا حد يحضر هذه التحقيقات؟ يعني دلوقتي احنا هنمشي خطوه خطوه ونشوف بس الاجراءات ايه لان والده موجود هناك والسفاره المصريه والقنصليه المصريه بتتابع هذا مع الاسره فهنمشي خطوه خطوه ونشوف ايه الاجراءات اللي بتتم. تمام. بالنسبه يا فندم للمشتبه يعني المشتبه فيه اللي تم القبض عليه واطلق سراحه يعني بعد كده انا الحقيقه ما عنديش معلومات دقيقه من هذا الموضوع كان مكتوب كده في احد المواقع او احد الصحف يعني عشان كده بقول لحضرتك ده مكتوب في احد المواقع ولكن انا ما عنديش ابلاغ بهذا الكلام. طيب عموما احنا طبعا اكيد يعني واثقين ان حضراتكم هتتابعوا او كمان هتحاولوا ان انتوا تعجلوا بالتحقيق في هذا الموضوع و يعني الحقيقه تحياتنا لحضراتكم لانكم بتتعاملوا مع الموضوع وفقا طبعا لاليات القانون والاليات الدبلوماسيه مش يعني تصعيد وخلاص بدون يعني بدون ما نعرف ايه اللي حصل بس اكيد طبعا في النهايه احنا هنا اكيد هيهمنا ان احنا نعرف ايه اللي حصل لهذا الشاب لان طبعا الكلام ده هيكون وفقا لان هو كان بيدرس ايه كان بيشتغل ايه والده بيعمل ايه يعني محتاجين نعرف هذه التفاصيل يا فندم. شكرا جزيلا. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح واكيد في متابعه مع حضراتكم ل يعني باقي ملابسات هذا الحادث نتمنى سرعة التحقيق يا جماعة أرجوكم لأن احنا فعلا محتاجين نعرف ايه ده واحنا لغاية دلوقتي هو لم يتم تصعيد الموضوع ولا المجادلات حوالين هذا الموضوع لحد ما نعرف ايه اللي حصل وفقا للقانون. بشكر حضرتك مرة أخرى بصبح عليك سيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وهنروح لفاصل مشاهدينا بنرجع لكم حالا والأخبار العالمية ابقوا معنا. نبدأ أخبارنا العالمية من وول ستريت جورنال وأوباما يريد تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل قبل رحيله. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسعى خلال العام الأخير من رئاسته إلى جعل علاقات الولايات المتحدة ببلدان الشرق الأوسط أكثر ببلدان عفوا الشرق الأوسط أكثر استقرارا حيث يرى أن تحقيق شراكة ناقصة أفضل من عدم وجود شركاء على الإطلاق لا سيما مع إحجام الرئيس الأمريكي عن توسيع الوجود العسكري في المنطقة. وأضافت الصحيفة أيضا أن هذا لا يعني أن العلاقات مع مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية سوف تتحسن بشكل جذري قبل 2017 فالعديد من المصالح المتباينة تحول دون ذلك لكن الجهود الأمريكية الأخيرة تشير إلى أن أوباما ربما يريد على الأقل تحقيق استقرار في هذه العلاقات بس إحنا مش عارفين الجهود دي جهود قشرية فقط ولا هي جهود حقيقية خصوصا أن أوباما خلاص في آخر فترته الرئاسية الثانية والأخيرة.
تعالوا نروح لجارديان وخبراء خطة بن سلمان. أكثر أكبر تغيير اقتصادي تشهده السعودية منذ تأسيسها. علق عدد من الخبراء على خطة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد السعودي، والتي وصفتها صحيفة جارديان البريطانية بالطموحة. ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية وافقت على تمرير هذه الاستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على النفط بما يتضمن ذلك من التمويع وخصخصة أصول ضخمة جدا منها عملاق الطاقة شركة أرامكو، وزيادة أيضا الضرائب والإنفاق وخفض الدعم. واعتبر عدد من الخبراء والمحللين أن هذه الخطة أكبر تغيير اقتصادي تشهده المملكة منذ تأسيسها. آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية النهاردة من موقع أرسنال، أنني يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أرسنال في شهر إبريل. جاء الدولي المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي على رأس المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في صفوف الأرسنال خلال شهر إبريل الجاري. وذكر الموقع الرسمي لنادي أرسنال على الإنترنت أن النجم المصري خطف الأنظار وكان مثيرا للإعجاب بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في الفترة الأخيرة. وينافس النني على الجائزة كل من النيجيري أليكس أيوبي وهكتور بيلرين ولورتن كوسليني. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية النهاردة. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية الأولى الثانوية العامة ونبتدي نتكلم في موضوع وتفاصيل الثانوية العامة، هنشوف دلوقتي تقرير عن مؤتمر تكنولوجيا المستقبل وتوقيع عقد شراكة بين شركة إيجات وشركة مورتون الروسية للكشف عن ابتكارات ومنتجات جديدة هتدخل سوق الصناعة المصري لأول مرة. للكشف عن مجموعة من الاختراعات الجديدة التي ستدخل سوق الصناعة المصرية، عقد مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من رجال الأعمال الروسي والشخصيات العامة، وذلك لتوقيع عقد شراكة بين مجموعة إيجات المصرية وشركة مورتن الروسية. تم الاختراع الجديد اللي هو تبريد الهواء بالمية بدون تلامس الهواء مع المية، مما يسبب نزول انخفاض في درجة حرارة الهواء بدون زيادة في الرطوبة. وطبعا احنا بالتعاون مع شركة مورتون وتيسو الروسية، انا كنت في زيارة لهم من حوالي اسبوعين، واتفقنا على نقل هذه التكنولوجيا الى مصر ودخولها مع المنتجات بتاعتنا لخدمة البيئة. التعاون الجديد النهاردة مع مجموعة شركات روسية عشان التصنيع المحلي هنا لأنظمة تكييف حديثة. الأنظمة دي فيها مميزات كتيرة جدا، اهمها انها بتوفر في القدرة الكهربية، واعتقد ان الموضوع القدره الكهربائيه احد المشاكل اللي بتواجه مستقبلا في مصر، طبعا معظم الدول العربيه. عمليات ترشيد استهلاك الطاقه ده احد الاهداف الرئيسيه، علاوه على انها بتقلل قوي من التلوث الناتج عن استخدام الفرون في الانظمه التقليديه. مؤتمر اليوم هو نموذج لتعاون صناعي تكنولوجي بين بلدينا الصديقين. اتصور انه المجال ده واعد جدا بالنسبه للبلدين، والحديث يدور حول تكنولوجيات رفيعة تستعمل في بناء، تستعمل في صناعات مختلفة، وهذه ثمرة من العهد الجديد. الشركة الروسية اخترعت اختراع جديد نتيجة ان هي بتوفر الطاقة، واحنا تعاوننا معاها علشان نصنع الكلام ده في مصر. ابتكارات لما بنستغلها بتفيد البشرية، وطبعا الموضوع بتاع النهاردة ده بيوفر طاقة كويسة قوي، واحنا أزمة العالم كلها تبقى أزمة طاقة، وخصوصا البترول عمال بيقل، فطبعا الوفر ده حاجة مهمة وكمان صديق للبيئة. أهلا
أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا وجمعات فقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة. زي ما نوهنا في البداية هنتكلم عن الثانوية العامة. الثانوية العامة مثيرة للرعب في كل البيوت من زمان قوي على فكرة، مش اليومين دول بس مع تقدم الوقت المفروض أن الموضوع يقل، بس الناس بتخاف أكتر. اللي بيخاف أكتر من الطلبة هم أولياء الأمور، ويمكن هم أحد أسباب برضو يعني الولاد بيجي لهم حالة من الذعر والرعب بسبب حاجات كتير قوي. احنا مش قايلين ان الثانويه العامه عندنا نظامها يعني مريح جدا، بس احنا هنحاول ان احنا نرصد كل التطورات اللي حصلت في الكام سنه الاخيره، وهنحاول ان احنا كمان نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تتحل في الفتره الجايه علشان نطمنكم على موضوع الثانويه العامه. الرعب اللي بيبتدي من يعني من اخر يوم امتحانات نبتدي كمان للسنه اللي بعديها نخاف بقى. عموما هنعرف ايه تفاصيل الثانويه العامه، الجداول جت مريحه للطلبه ما جتش مريحه للطلبه، ايه اللي حصل بالظبط، امتحانات النظام القديم يوم 4/6 والنظام الجديد يوم 5/6 ان شاء الله. معانا ومنورنا في الاستوديو الاستاذ محمد سعد رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانويه العامه بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بيك استاذ محمد، صباح الخير. اهلا بيك وكل سلام شهدين. في البدايه كده عايزين الاول بس نطمن على يعني هنسمع شكاوي زي كل سنه كده عن الامتحانات ولا لا، الامتحانات جت صعبه، في اسئله مش عارف ايه حاجات كده ولا لا، الامتحانات ان شاء الله هتبقى مستواها عامل ازاي؟ طبعا احنا عندنا حاجه اسمها مواصفات الورقه الامتحانيه. المواصفات ديت بيضعها المركز القومي للامتحانات، بيبقى فيها كل العمليه المتعلقه بالامتحانات من تذكر بفهم وتطبيق مهارات عليا تفكير، كل اللي موجود. احنا عندنا لازم يبقى في جزء للطالب المتميز، ده بيبقى طيب من حوالي من 10-15%. تذكر وفهم وتطبيق ومهارات عليا تفكير. ومهارات عليا تفكير ده تمام. دي مواصفات بيضعها المركز القومي للامتحانات. تمام. طبعا المواد بتختلف من المواد العلميه للمواد الادبيه، كل ده بيختلف بين ماده واخرى، لكن ما نقولش امتحان سهل او صعب، في امتحان مطابق للمواصفات وفي امتحان غير مطابق للمواصفات. احنا عندنا من سنتين عندنا حاجه اسمها الهيئه الفنيه للجنه اللي بتحط وضع الاسئله. اللجنه دي بتبقى برئاسه مستشار الماده اللي هو اعلى حاجه في الماده، سواء عربي انجليش ماس ساينس ايا كان، ومعاه اثنين موجين ثانوي ومعاه استاذ جامعي لارتباط الثانويه العامه بالجامعه، كمان مع عضو المركز القومي للامتحانات اللي اشترك في وضع هذه المواصفات. النهارده قبل الورقه ما بتطلع بنطمن هي مطابقه المواصفات قبل ما نطبعها وقبل ما نعمل فيها اي حاجه. طب الاستاذ الجامعي اللي حضرتك بتقول ارتباط الجامعه بالثانويه العامه، هو الاستاذ الجامعي ده بيتابع على مدار السنه ولا بيتابع في الامتحان؟ بيبقى موجود في الامتحانات، هيئه فنيه وضع الاسئله. طب ما هو ما بيبقاش عارف المناهج ايه بالظبط. لا طبعا المناهج موجوده طبعا، ازاي ده متخصص يعني بيبقى متخصص في الماده. بس بيبقى موجود وقت الامتحانات بس. وقت الامتحانات بس، وضع الامتحان مش وقت الامتحانات. طيب الجدول بقى. الجدول السنه دي طبعا يعني يمكن انا على مدار 22 سنة بعمل في هذا المجال، يمكن السنة الوحيدة اللي شفت رد فعل الجدول كان رد إيجابي جدا وما كانش فيه سلبية، يعني ما شفتش حد اشتكلم من الجدول. الجدول السنة يتحط بأسلوب مختلف، سيادة الوزير جاب اتحاد طلاب أمين الاتحاد الأمين المساعد 27 طالب مكتب تنفيذي على مستوى الجمهورية، وجينا اديناهم جدول السنة اللي فاتت وقال لهم اقعدوا مع بعض أسبوع اتنين وتواصلوا مع زمايلكم في كل الجمهورية وتعالوا لنا هاتوا لنا جدول متفقين عليه. جه الجدول في اثناء المناقشات بين الاتحاد وبين الطلبه. طب دي حاجه مهمه جدا ان الطلبه يشتركوا طبعا في حاجه زي كده. انا اقول لسيادتك يعني اثناء الاشتراك هم بيعملوا بيحطوا الجدول، كان في تواصل بيني وبين امين الاتحاد يكاد يكون يومي، بيسالوا بقى الامكانيه ايه، ممكن نقسم الاقتصاد والاحصاء ده في يوم وده في يوم. طب الماده ايه، طب دي ايه. طبعا احنا متفقين معاهم على البدايه، طبعا هم النظام الحديث من 5/6 ل 28/6. بالفعل الجدول جابوه الحديث من 5 ل 28 والقديم من 4/6 ل 28. تمام. فطبعا جه الجدول سياده الوزير اعتمده 100% دون اي تغيير، برغم ان في الجدول في بعض طبعا الحاجات اللي ممكن تمثل ضغط على الوزاره والعاملين في الكنترولات، يعني اخر يوم مثلا كل الطلبه هتخلص مع بعضها اخر يوم. القديم النظام القديم والنظام الجديد هيخلصوا 560,000 طالب يخلصوا اخر يوم مع بعض. يعني كان قبل كده سنوات كان ممكن في شعبتين ممكن يخلصوا قبل منه، وشعبه مثلا تبقى علم رياضه او ادبي بتبقى اخر يوم. لكن احنا سياده الوزير قال احنا مش مشكله. تمام. المهم اولادنا يكونوا مستريحين، واتخذ الجدول بتاعهم 100% وتم اعتماده في المؤتمر الصحفي داخل ديوان الوزاره وحضره امين اتحاد الطلاب. ويمكن يعني الحمد لله دي يمكن المره اللي من اول مره تحصل ان الجدول اتحط 100%
الطلاب اللي حاطينه. طيب ده بالنسبه للجدول، عندي سؤال بخصوص موضوع الثانويه الجديده والقديمه، يعني ايه جديده وقديمه، ايه الفرق ما بينهم؟ يعني احنا عندنا كان في ثانويه كانت 94 قانون رقم 2، كانت الثانويه العامه على مرحلتين، كانت الثانيه والثالثه مكملين لبعض، 205 درجه في ثانيه و205 درجه في ثالثه. في 2012 طلع قانون رقم 20 سنه 2012، واتعدلت الثانويه العامه، بقت سنه واحده وبقت سنه ثانيه ثانوي، دي سنه نقل عاديه، والمجموع كله 410 في سنه ثالثه ثانوي. احنا شغالين في النظامين بقالنا 3 سنين، السنه دي اخر سنه للنظام القديم، ثالث سنه طبقا للقانون، وان شاء الله مش بس افضل ان هي تكون سنه واحده. يعني طبعا وجهات نظر، طبعا في اراء بتقول ان سنه واحده طبعا بتخف على اولياء الامور الضغط العصبي على الاولاد بدل سنتين. في طبعا بيقول ان التقييم من سنه واحده ممكن الطالب ما يجيبش وما يحققش اللي هو عايزه، على سنه تبقى افضل. يعني كان في مقترح اي حاجه بتبقى موجوده بيبقى فيها تباين في الاراء. يعني في ناس بتستريح لده وناس بتستريح لده. طب يعني حضراتكم استندتوا الى ايه وانتم بتعملوها سنه واحده؟ يعني عشان مش احنا استندنا، هو المجلس الشعبي وقتها، لان الثانويه العامه قانون الوزاره ما قدرتش تعملها لوحدها. المجلس الشعبي اللي اصدر القانون في ذات الوقت وطلع الثانويه العامه سنه. ايوه بس اللي هي ما تبقى سنه واحده اكيد هيبقى يعني خفيفه شويه عن السنتين. اخف طبعا، ما انا بقول لحضرتك بالنسبه لبعض الناس. بس كده مفيش بقى طلبه اللي هم بتوع نظام السنتين ده هيحسوا انهم اتظلموا شويه؟ لا ما فيش ظلم ولا حاجه، لان احنا الطلبه اتصفى النظام وبعدين بدا النظام الحديث. فطبعا كل اللي موجود ده بيعيد السنه، يعني السنه دي اللي داخلين عندنا حوالي 2300 طالب فقط لا غير. تمام. في مقابل ان الحديث 560 الف طالب. بس السنه دي اخر سنه آخر للنظام، سنة اللي هو سنه ان شاء الله. طيب طبعا المواضيع بقى المشاكل بتاعت الامتحانات نفسها، قبل ما ادخل هرجع مع حضرتك لورا على المناهج وكده، بس يعني ايه عايز اعرف مشاكل الامتحانات هتتعاملوا معاها ازاي؟ المشاكل من انهي جانب؟ كل بقى المشاكل، ساعات كده بنشوف يعني خناقات في الامتحانات، ساعات بنشوف محاولات غش، ساعات بنشوف اشتباك ما بين المراقب والطالب، ما بين ولي الامر يعني حاجات كتير جدا بتحصل. المفروض ان احنا بنتعامل مع الحاجات دي، خصوصا يعني وقت توقيت ساعتين ثلاثه دول بيبقوا حساسين جدا، و يعني ساعات ولحظات مصيريه في حياه الطالب اللي بيمتحن. طبعا احنا طبعا رصدنا كل المشاكل اللي قابلتنا السنه اللي فاتت والسنوات اللي قبلها. كان ابرزها ايه المشاكل؟ يعني كان ابرزها موضوع الغش الالكتروني، كان ابرزها وجود مثلا بعض الاماكن اللي كان فيها لجان سر الامتحان اللي كان فيها بعض التجاوزات سواء من طلاب او اولياء الامور. كل رصدنا حوالي 91 لجنه، 91 لجنه دول نزلنا الناس وابتدت تشوفهم من تاني، وطبعا في لجان اتلغت وتغير مكانها، وفي لجان مستمره زي ما هي، لان طبعا الظروف بتتعلق بندب ملاحظين او ندب مراقبين. يعني شفنا المشكله في ايه وحليناها، نتمنى السنه دي طبعا ما يكونش في مشكلات. بالنسبه للغش الالكتروني طبعا احنا صدر عندنا القانون رقم 101 قرار السيد رئيس الجمهوريه، وده طبعا بيحدد ان كل من اللي بيحاول يصور او بيذيع او بينشر اي حاجه متعلقه بالامتحان بيبقى غرامه من 20 ل 50 الف جنيه وحبس لمده سنه. حبس للطالب لمده سنه، مش بنقول الطالب عشان بس مش ممكن ده ممكن يكون ولي امر، ممكن يكون ايا كان، يعني الموضوع مش احنا. يعني احنا عندنا قانون موجود، القانون ده احنا بنعرضه، ولو في حد عمل كده فعلا من خارج قال من داخل التربيه والتعليم او من خارج التربيه والتعليم، فطبعا احنا بنبلغ الكلام ده، بيبقى تحقيقات نيابه واحنا مالناش دخل بيه. احنا اللي علينا ان احنا ممكن لو في حاله بنبلغ عنها، وما نقدرش نحدد هيبقى ايه، هيبقى مظلوم، هيبقى بريء، ايا كان يعني. طيب ده بس ده عامه يعني هيبقى فيه عقوبات رادعه لاي حد بيحاول ان هو يشترك سواء طبعا يعني يعني انا بتمنى يعني فعلا ان من خلال برنامج حضرتك ومن خلال الاعلام كله ان الاعلام يقف جنب الوزاره، ان احنا نطبق مبدا مهم جدا هو مبدا تكافؤ الفرص. يعني ما ينفعش طالب يذاكر ويتعب طول السنه وطالب تاني يتجاوز ويتجاوز السلوك يعني وخلي بالك دي نسبه مش كبيره عشان بس ما نعممش. احنا اغلبيه طلباتنا واحد طالب ثانويه عامه، معنى طالب ثانويه عامه ان هو بيذاكر طول السنه، ان هو بيجتهد، ان هو عايز يخش كليه كويسه، عايز يخش جامعه قريبه، يعني ده المطلوب من الطالب. يعني مش عايز واحد داخل ثانويه عامه وثالثه ثانوي وداخل من بدايه السنه في دماغه ان هو يغش، يعني بيتهيألي ده طالب المفروض ما يبقاش موجود لا في يعني في بيبقى عليه كمان ضغوط من الاهل، انت لازم تعمل كذا ولازم تجيب كذا ولازم المجموع مش عارف ايه، وابن خالتك جاب اعلى منك والكلام اللي احنا بنسمعه ده، والله يا استاذ محمد حاجه سيئه جدا. انا عايز اعرف بقى اولياء الامور، يعني بحكم خبره حضرتك في هذا المجال السنوات الطويله، يعني اولياء الامور بحس ان هم بيخافوا اكتر من الطلبه. طبعا ليه؟
يعني احيانا بيبقى الاب والام هم اللي بيمتحنوا. انا بحس كده هم يعني من وهم صغيرين بتلاقي كان يعني الاب والام هم اللي بيذاكروا هم اللي بيمتحنوا، بس على ثانويه عامه بيكونوا حصلوا يعني على كميه طاقه خوف مش طبيعيه. صح. وبيبتدوا يبثوها في نفوس الطلبه بشكل هستيري، حاسين ان دي مساله حياه او موت، مع ان الدنيا فيها حاجات تانية كتيره اكبر من موضوع الثانويه العامه ده. كلام سيادتك مظبوط 100%. فعلا الاب والام طبعا كل اب وكل ام بيتمنى يشوف ابنه احسن واحد في الدنيا. أكيد. يعني مين اتمنى يكون احسن مني؟ هو ابني طبعا. فده ده 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 حاجه طبيعيه. اللي مش طبيعي ان الاب والام مش ما يتمنوش الخير لاولادهم، او يتمنى ابنه ما يخشش الكليه اللي هو بيحلم بيها. تمام. وكل واحد طبعا يعني كل اب او كل ام ما لقاش نفسه او ما حققش امله في حاجه معينه بيمتد الامل ده في ابنه او في بنته. بس دي حاجه مش دايما تكون مظبوطه يا فندم. يعني احنا بنتكلم في مش بتكلم في صح وغلط، انا بتكلم في اللي موجود. ما هو ده بيخليه يخوف ابنه او بنته طول الوقت. بالزبط. يعني الاهالي بتخاف اكتر، بيبقى عليه ضغط. يعني انا في بعض الطلاب بيجي يقولوا انا عايز اجيب مجموع كبير عشان افرح بابا وماما. يعني ده توجه من بعض الطلاب، يعني مش بصرف النظر بقى ان هو ميوله او قدراته او مهاراته بتاهله للكليه اللي هو هيخشها، او هو مش ممكن ما يكونش عايز كليه طب وكليه هندسه، عايز كليه تانية خالص بتختلف مع المطلب والده ووالدته. فطبعا يعني احيانا الاولاد من حبهم لاهلهم بيستجيبوا لمطلبهم، يعني يقول انا بس هجيب المجموع ده علشان يعني اهله يبقوا راضيين عن القصه. بس احنا عايز يسعدهم يعني هم ثقافه إن انا طول الوقت، يعني لان في اهالي كتير اشتكت او طلبه بيقولوا ان الاسئله اللي بتبقى فيها تفكير شويه بتبقى قليله جدا بالمقارنه مع الاسئله اللي ليها علاقه بالحفظ. فانا عايزه بس يعني افهم من حضرتك ايه الموضوع ده، لان هم بيقولوا ايه، انا بخلص امتحان على فكرة دي حاجة بسمعها من معظم الولاد اللي في ثانوية، أنا بخلص امتحان وبفضي دماغي وما بفتكرش أي حاجة. إزاي يا فندم؟ يعني هو بيقعد يذاكر طول السنة طول السنة قد كده بيكون مضغوط لدرجة إن هو بيخرج من الامتحان مش فاكر ولا كلمة؟ يعني دي آفة في التعليم، يعني لازم نعترف بيها. طبعًا الامتحان نفسه مش الهدف، هو الهدف المفروض يبقى الدراسة. أنا بدرس شيء كده بقى احنا بقى إيه حطينا إيدينا على الحاجة المهمة. الامتحان مش الهدف. أنا الهدف إن أنا للأسف انا عكست مكتب التنسيق وحكم الدرجه ونص درجه اللي بتودي طالب من طب توديه تجاره توديه علوم، طبعا هي دي اللي بتبقى بتخلي الطالب في صراع. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. الصراع ده جاي من ايه؟ جاي من الاماكن القليله في الجامعه. يعني احنا عندنا 560 الف طالب داخلين ثانويه عامه. هل 560 الف دول ليهم اماكن؟ يعني في طبعا يعني اكيد مش كلهم ليهم اماكن، بس في كتير فماراثون بقى زي ما بنقول، صراع على الدرجه ونص درجه وعلى اماكن محدده. تلاقي مثلا عدد اماكن في الطب، عدد اماكن في الهندسه، عدد اماكن في الحاسبات، كل الاماكن ديت بيتصارع عليها الطلبه بحيث ان الاكبر مجموعه هو اللي بياخد. فطبعا مكتب التنسيق ما هو اكبر مجموع على ايه؟ ما انا عايز افهم بس قصه اكبر مجموع دي، يعني اجيب اكبر مجموع وادخل كليه هندسه وما انجحش؟ طب ازاي؟ يعني هو في يعني اكبر مجموع وهو مش مؤهل، هو بيبقى مؤهل لكن الابداع نفسه. اكيد بتشوف الابداع نفسه ان بيدخل بيجيب 98%. حضرتك اكيد فاكر ساعه الثانويه العامه لما كانت سنتين، الحمد لله انا اخر سنه ليها سنتين دلوقتي، كنت بلاقي 102 و104% وحاجه. يعني تخلي هو المستوى الرفيع اللي كان موجود في حاجة كان اسمها بيبقى 100%. يعني الطالب بيجيب درجات عاليه، هو كان بيتضاف للمستوى الرفيع، والمستوى الرفيع طبعا على مراحل لحد اخر مرحله كان موجود 5 درجات بس فوق المجموع، يعني بيبقى مش بقى المجموع 410 لكن مستوى الرفيع بقى فوق المجموع. حضرتك دلوقتي بتقولي ماشي بعيدا عن ال5 درجات دول، حضرتك دلوقتي بتقولي ايه؟ ان هم احنا هنا عكسنا الموضوع، خلينا الهدف الامتحان مش الهدف الدراسه. انا بقول المفروض يبقى مش هدف الامتحان يعني. ده طبعا يعني لان انا كده خلاص انا بقى ما بعملش اي تراكم في الدراسه، مجرد الولد معلش يعني الاستاذ محمد بيخرج من ثانويه عامه بيعرف يقرا ويكتب بس، وعارف شويه معلومات، وتيجي تساله بعديها بسنه يا ابني خدت ايه في ثانويه عامه؟ فاكر مش فاكر ولا عايز يعني فكر. يعني اكيد بيبقى في حاجات فاكرها طبعا، يعني في بعض الحاجات بتبقى ماشيه مع الطالب. يعني انا عندي ولاد ومتابع يعني هم خلاص الثانويه العامه في حاجات طبعا كانت موجوده في المناهج خدمتهم لما دخلوا الكليه بتاعتهم ومستمره معاهم، وفي استكمال يعني في بعض مش في كل الكليات زي مثلا اعدادي هندسه او اعدادي طب بيبقى فيها حاجات مكمله في الميكانيكا في الكيمياء بتبقى مكمله ليه، وطبعا لازم يكون دارس قبل منها حاجه. فيعني هي بس موضوع الدرجه وصراع الدرجه، فالطالب مش بيدرس، لا الطالب بيتمرن على الامتحان. يعني كل اللي موجود دلوقتي
في التعليم تمرين على الامتحان عشان خاطر يقدر يحقق اكبر درجه. دي طبعا محتاجه يعني تغيير كلي طبعا للمنظومه والنظام يعني. تمام. طيب احنا نبتدي بقى استقبال تليفونات الساده المشاهدين. معانا سهام من كفر الشيخ. الو سهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج صباح كريم لو سمحتي. ايوه انت على الهوا اتفضلي. لو سمحتي انا عندي مشكله جامده مش بخصوص الثانويه العامه بخصوص الموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه. طيب على مهلك كده احنا سامعينك استاذ محمد سامعك وقولي ايه المشكله. انا عايزه من مكاني بناشد رئيس الجمهوريه يلعننا من مدير الامن بتاعكم في الشيخ ومن الحكومه. هو بيقول انا احميكم من الحكومه. مين يحمينا احنا ما دام الحكومه؟ هو هيحمينا؟ مش فاهمه المشكله ايه علاقه ده بالثانويه العامه مدام سهام؟ انا ما بقول لحضرتك ان انا ما عنديش مشكله من الثانويه العامه، انا عايزه حد يحمينا من دي بره. معلش انا ما سمعتكي. طب خليكي معانا معلش، زمايلي هيتواصلوا معاكي ما تقفليش يا مدام سهام معلش، عشان انا افتكرت بس الموضوع ليه علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني زمايلي في الاعداد هيتواصلوا معاكي. حاضر. طيب المناهج بقى نرجع لورا شويه استاذ محمد ونشوف موضوع المناهج. حضرتك يعني بما انك حرضت ان في مشكله اكيد انت عارف ان في مشكله في المناهج. تمام. مشكله المناهج الثانويه العامه الرئيسيه او مناهج خلينا نقول المرحله الثانويه. يعني طبعا المناهج في يعني قبل كده ويمكن احنا عندنا تعديل تم ويمكن اخره يبقى في ثالثه ثانوي السنه دي. طبعا هي المناهج نفسها بتساعد على المشكله اللي احنا قلنا فيها على موضوع الحفظ والتلقين، ما فيهاش جزء ابتكاري للطالب. فاحنا بدانا اجراءات المناهج عندنا بتتغير في الثانوي. احنا عندنا مناهج علوم رياضه بالذات يمكن كان في ورشه عمل كبيره جدا في مدينه التعليم بالسادس من اكتوبر. سياده الوزير بعت جوابات لكل رؤساء الجامعات 12 جامعه وجبنا متخصصين واكاديميين ومعلمين وموجهين استشار ماده اساتذه مناهج وطرق تدريس مركز قومي امتحانات. كانت لجان متشكله بتراجع مناهج العلوم ورياضه. يمكن كان عندنا قسمنا المناهج لجزء اعدادي وابتدائي وقسمنا الثانوي لكيمياء وفيزياء واحياء. كمان العلوم الرياضه بدانا ابتدائي واعدادي وحطينا الرياضه التطبيقيه والرياضه البحته. وابتدينا اشتغلنا وجبنا مناهج دول متقدمه في العلوم والرياضه. عندنا سنغافوره، كان عندنا مناهج انجلترا، امريكا، كندا، كل مناهج دي كانت موجوده واتعمل تقرير عشان يقول احنا فين، يعني مناهجنا فين من المناهج العالميه. قبل ما اعرف احنا فين بقى عايزين طيب احنا معانا تليفون عفاف من الجيزه. ايوه صباح الخير. صباح الفل مدام عفاف اتفضل. انا بس ليا رجاء، هو انتوا دايما انا بوجه للمسؤول مع احترامي ليه، احنا مدارس فرنسي كل السنة بيبقى فيه غلطة في ورقة الفيزيك أو الكيمياء، الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضة. بتبقى الكلمة بالفرنسي معناها مختلف في المصطلح. دايما بيبقى، وبعدين احنا ما بنعرفش قوي نتعامل مع الورقة اللي بالعربي لأن احنا دراستنا بالفرنسي. تمام. دايما بيبقى فيه غلطات في الورقة. كلمة بالفرنسي لو حطوها غلط بتختلف خالص، غير المعنى. بتختلف في الإجابة، يعني هو ممكن يطلب حاجة وهو طالب حاجة تانية خالص لأنه عامل غلطة في الورقة بالفرنسي. مدام عفاف ده كل سنة بيحصل كده؟ معظم السنين. بصي أنا بنتي رقم 4 داخلة ثانوية عامة. كل سنة بيبقى فيه مشكلة في الترجمة وما بيبقاش فيه أي حد مسؤول، لأن إحنا بنمتحن مع مدارس عربي أو مدارس تجريبية، مفيش أي اهتمام فعلا بالورقة. الطالب بيبقى مذاكر لكن هو قرأ الكلمة غلط، كلمة محطوطة له غلط. فبالتالي بيجي يجاوب على اساس الكلمة اللي محطوطة له. ما بيبقاش فيه مراجعة دقيقة لورقة الفرنسي في امتحان الثانوية العامة. طيب برضه نفس الحكاية بالنسبة لكتاب الوزارة، ما بيهتموش، يعني احنا لما نيجي نذاكر من كتاب الوزارة بنلاقي فيه غلطات كتيرة جدا لأنه مترجم غلط. فما بنلجأش، ما بنذاكرش من كتاب الوزارة مع إن أنا عارفة أهمية كتاب الوزارة. غير بالنسبة للمستوى الرفيع، هم لو المستوى الرفيع ماشي، طب اشمعنى بقى بتوع اللي هي الرياضه ان هم ياخدوا اهميه درجات اكتر؟ طب يعني اي واحد دلوقتي بيدخل يعمل اي رياضه في وقت بسيط وبياخد بطوله، طب ما انتوا كده بتظلموا الطلبه. انا مش بصراحه مش عارفه هقعد اذاكر وهقعد اهتم ولا ان انا اروح العب رياضه. ماشي هلعب رياضه بس برضه زي ما انت لغيت لي المستوى الرفيع، من حقي ان الطالب اللي بياخد درجات في الرياضه او الحاجات دي معلش ما تتحطروش الا لو بقى داخل مستوى مدرسه كليات رياضيه لازم يبقى فيها هنا. زي ما بنمتحن مستوى رفيع
للمدارس او المستوى اللي هي للكليات الفنون جميله والحاجات اللي احنا بندخل فيها على القدرات على القدرات برضو ده لغوم الثانويه العامه مع احترامي الكامل برضو ليكوا صدقوني ايه فايده ان انا اخد تربيه وطنيه في الثانويه العامه في كم معلومات الطالب ما بيستفدش انا بنتي علم رياضه فعلا مش لاقيين وقت ومش هقول لك لا بصي يا مدام عفاف التربيه الوطنيه ليها اهميه كبيره جدا بس طريقه تدريسها هي اللي مش مظبوطه قوي احنا ما بناخدهاش ما احنا لازم نكون صريحين حتى في السنين طريقه العقلية. تدريسها والكتاب ده اللي عايز تعديل بس ان انا اخد ماده تربيه وطنيه ده انا بقول يا ريت تدخل في المجموع حلو حلو اديني بس اديني بقى اهتمام ليها في السنين اللي قبلها وبعدين ما تجيش في الثانويه العامه تدي كم مهول من المعلومات صدقيني ما بيستفيدوش بيه انا مش حكايه ان انا عايزه اقلل اذاكر بس احنا زمان لما كنا بناخد تربيه وطنيه احنا كنا بنعرف نتكلم على الحاجات دي لان احنا عارفينها وشايفينها كنا فاهمينها دلوقتي ما بيهتموش بيها صدقيني روحي المدارس ما بيهتموش بيها احنا بنطبع الكتاب ممكن ما تاخديش الكتاب اساسا وبعدين تلاقي المدرس عامل لك كلمتين كده تاخديهم تدخلي بيهم الامتحان ما فيش اي مشاكل وخلاص لكن هم ما بيدوش الحاجات دي في المدرسه بطريقه انت تحبي ان انت انا ايام ما كنت في اعدادي كنت كاتبه التربيه الوطنيه مليت كله من حبي لثوره 52 واللي احنا بناخده اللي احنا بناخده تعالي حضرتك شوفي المناهج دلوقتي على مدار السنين طلبه كلمتين صدقيني مش ذنب الطلبه ده ذنب المدرسين اللي بيدرسوا مفيش بيدوكي كلمتين كده وخلاص وتدخلي تمتحني وممكن تسقطي في الترم الاولاني والترم الثاني تلاقي نفسك طيب مدام عفاف معلش خليكي معانا لحظه احنا معانا خبر عاجل افتتاح المقر الجديد لوزاره الداخليه بالتجمع الخامس والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بيحضر هذا الافتتاح زي ما احنا شايفين نقلا على عن التلفزيون المصري وطبعا السيد الرئيس وصل حالا دلوقتي لمقر الافتتاح ده نقلا عن التلفزيون المصري اكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل هذا الحدث. طيب مدام عفاف انت لسه معانا؟ مدام عفاف ايوه معاكي كملي اتفضلي. برضه الجدول بيبقى غير منصف جدا لعلم الرياضه ما يقوليش الجدول ليه احنا مش الجدول حطوه الطلبه السنه دي يا فندم؟ ما اعرفش ده الطلبه هم اللي حاطين الجدول على فكره يعني بالنسبه لعلم الرياضه انا شايفه ان هو مش منصف بيبقى مش يوم منطقي ليه؟ طب قولي لنا بس الشكوى ايه اللي مش منطقي فيه؟ بيبقى يوم ونص طبعا نص اليوم دوت مش طبعا مش غريب ان احنا بنروح دروس وبنراجع المنهج بيبقى كبير بالذات علم الرياضه احنا السنه دي اتحط لنا انا علم رياضه لعلم رياضه الجدول وحش؟ مش منصف احنا السنه دي بالذات هتحط لنا مناهج والله يا فندم بس هم الطلبه اللي حاطين الجدول السنه دي على فكره مش عارفه بقى بصراحه هو بتاع علم رياضه مش منصف كمان يعني في فتره حلوه للطلبه بتوع ادبي في التاريخ او بتوع بيولوجي انما علم رياضه يبقى يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم طب الكم والله صدقي مدام عفاف انا حاسه ان انت متوتره اكتر من بنتك لا بالعكس اصل انا هقول لك حاجه احنا شفت اشكال والوان الثانويه العامه الثانويه العامه مش بعبع بس فعلا بيبقى الطالب مذاكر كويس وتيجي شويه اخطاء وشويه توترات لا اولا الشكوى اللي حضرتك قلتيها دي يعني هنخلي الاستاذ محمد سعد يرد عليها حالا لان دي حاجه مهمه جدا ويعني كتير ممكن يتظلموا بسبب موضوع الترجمه ده بس موضوع الجدول بجد يا مدام عفاف يعني الطلبه هم اللي حاطين الجدول المره دي وبما انك شكلك متمرسه في الثانويه العامه يعني وعندك عندك هتمتحني بدل البنات بعد كده تقريبا ربنا يوفقهم ان شاء الله ويعني باذن الله يعني يكونوا احسن ناس في الدنيا ربنا يخليكي ميرسي جدا لذوقكم شكرا يا مدام عفاف بشكرك على التليفون طيب استاذ محمد عايزين نتكلم بس في موضوع مراجعه الكتب يعني هي مدام عفاف دلوقتي اشتكت شكوى مهمه جدا ان حقيقي في يعني حضرتك اكيد عارف ان المصطلحات الفرنسيه او الانجليزي بس يمكن الفرنسي اكتر ممكن حرف او اكسون او كذا يغير المعنى تماما فكده هيبقى يا عيني هو الطالب مذاكر بس ما فيش مراجعه دقيقه ده من اول بتقول لك كتاب الوزاره لغايه ورقه الامتحان اولا هنتكلم في جزء الامتحان وبعدين نتكلم على كتاب الوزاره تمام في جزء الامتحان يعني حتى لا قدر الله حصل اي خطا طبعا الورقه بتتراجع كويس جدا المتخصصين اللي بيترجموا لكن لا قدر الله حصل اي خطا احنا طبعا بندي الطالب ورقه بالعربي ورقه بالانجليش او ورقه بالفرنسي عشان تتعامل مع الورقه اللي بالعربي كمل السيادة طيب هنفرض ان حتى الطالب الورقه اصلا السؤال نفسه بيدي معنى تاني احنا عندنا من المرونه ان لو في اي خطا بنقول ان في خطا وبنحاسب الطالب
على الاجابه اللي موجوده في السؤال. يعني ما بتظلمش برضه، يعني ما فيش ظلم. يعني انا افرض ان المعنى او المصطلح اللي موجود دوت بيؤدي لاجابه ثانيه. تمام. اللي جاوب ده بيبقى صح، واللي جاوب وبص في ورقه العربي بيبقى صح. ما بتظلمش الطالب. طب هو دلوقتي معلش افهم، لكن احنا بس بقول زياده، بقول لك حتى لو حصل لكن ده طبعا مش بيحصل. يعني حصل قبل كده في سنوات سابقه احنا بنعمل ده. تمام. بس يعني مثلا انا بقول استاتيك المقصود مثلا بمعنى واللي بيصحح اصلا طبعا الموضوع عايز اطمن بس على موضوع اللي بيصحح ده. لا ما احنا بندي تعليمات واحنا بنحط نموذج الاجابه. التصحيح دوت موجود قدامنا. طب ما هو هيلاقي نموذج الاجابه مختلف هيعمل ايه؟ بنعدل في نموذج الاجابه وبنقول له انت لو الاجابه دي الطالب يجي طيب خد من الاجابه دي صح والاجابه دي صح. استاذن حضرتك معلش، هو السيد الرئيس وصل حالا زي ما احنا شايفين مقر وزاره الداخليه الجديد، وفي طبعا في استقباله السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه، افتتاح مقر وزاره الداخليه الجديد بالتجمع الخامس بجانب اكاديميه الشرطه، ده حالا نقلا عن التلفزيون المصري. زي ما احنا شايفين السيد الرئيس واستقبله السيد وزير الداخليه السيد اللواء مجدي عبد الغفار. من الاحداث الحقيقة المهمة طبعا في حضور زي ما احنا شايفين مهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع زي ما احنا شايفين، وبيتم حالا افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديد. طبعا من الاحداث فعلا الهامة اللي اكيد هنتابعها لحظة بلحظة مع حضراتكم. المقر الجديد موجود بالتجمع الخامس بجانب أكاديمية الشرطة أو قريب من أكاديمية الشرطة. طيب أستاذ محمد نرجع مرة تانية لموضوعنا، تفضل. أنا بقول لسيادتك في كل الأحوال لا يظلم الطالب، لكن إن شاء الله طبعا إحنا بنراجع كويس. يعني يمكن إحنا آخر سنتين ما كانش فيه أي شكوى. تمام. إحنا لو ده أنا بقول لسيادتك على الفرض، لكن إحنا بندي تعليمات إن الإجابة دي صح والإجابة دي صح. تمام. طيب ناخد تليفون الكتاب. ماشي هرجع للكتاب حالا. طيب. دلوقتي بس ناخد تليفون اميره عشان مستنيه بقالها كتير. اميره من اسكندريه. الو اميره. طيب ايناس من اسكندريه. ايناس معانا؟ صباح الفل. صباح الفل حبيبتي، اتفضلي يا ايناس. انا كان ليا بس اقتراح، يعني لو تفضلتم بخصوص جدول الثانويه العامه. طب وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون الاول كده وعلي صوتك عشان اسمع الاقتراح. اتفضلي. يلا اتفضلي. بالنسبه للجدول، يعني طبعا احنا واولادنا ربنا يكرمهم هيمتحنوا في رمضان ان شاء الله. السنه اللي فاتت امتحنوا برده في رمضان، ويعني يلا معلش. السنه دي بقى هيبقى العربي بس هو اول يوم مش هيبقى في رمضان، والجدول كله هيبقى معانا لغايه رمضان ان شاء الله. يا ايناس الناس كانت بتحارب وهي صايمه في رمضان، معلش. ونعمة بالله احنا ما قلناش حاجه، بس برضه يعني مع تغير الجو والظروف المناخيه بيبقى الجو عندنا صعب قوي. عجبها كان اصعب على فكره. يلا ربنا يوفقهم. قولي لي بس ايه مشاكلك مع مع الجدول؟ والله هو انا يعني كنت حابه فكره يعني هتبقى كويسه جدا وهتخدم ولادنا ومش هتضر في حاجه، بس إيه؟ طبعا الراي الاول والاخير طبعا للساده الافاضل اللي في وزاره التربيه والتعليم القائمين على الجدول. ان ماده مثلا اللي هي المواد اللي هي مش بتدخل في المجموع زي التربيه الوطنيه والدين والاحصاء والاقتصاد. طيب حاولي تكلميني تاني يا ايناس لو سمحتي عشان نعرف ايه الموضوع. برضو في شكوى من الجدول الاستاذه ايناس والناس اللي هتتكلم برضو على موضوع الجدول. الجدول المره دي اللي اختار التوقيتات بتاعته الطلاب نفسهم مش الوزاره، والوزاره فقط صدقت على ما اختاروا الطلاب بالنسبه للجدول، وكان وفقا طبعا لاكيد ان هم يعني سالوا بعض وكانوا متواصلين على بعض الموقع الاتحاد، وكان في تواصل بينهم وبين بعض ووصلوا للحل، وكان في اجماع على الجدول الموجود دوت. طيب كتاب الوزاره. الكتاب طبعا احنا عندنا الكتاب دوت بيبقى مترجم سواء انجليش او فرنساوي. وطبعا احنا عندنا المعلم بيبقى موجود طول السنه بيدرس في الكتاب، لو في اي ملاحظات بيبتدي يعرض على المستشار، والكلام ده بيتعدل على طول. لو في خطا مطبعي ولا حاجه بنعدله اول باول او بنبعت نشره بالتعديل. يعني ما فيش غلطات في كتاب الوزاره اللي مترجم من عربي لانجليش او من عربي لفرنسي. ما بقول لسيادتك حتى لو في المعلم اللي موجود في داخل الفصل بيعمل جواب للمستشار، والمستشار بينزل تعديل للكل. تمام. يعني طيب عموما يعني عشان في حته الجدول والرياضه عشان بس اتفضل.
هو ليه الرياضه طبعا دايما بتشتكي؟ طبعا كل السنوات اللي فاتت علم الرياضه طبعا دايما بيقول ان احنا الجدول تقيل علينا، لان الجدول علم رياضه بيبقى ليه جلستين زياده في الامتحان. احنا عندنا الرياضه التطبيقيه والرياضه البحته بتبقى مقسومه لفرعين، عشان كده بيبقى ليه امتحانين مختلفين. وخلينا بس نتكلم من خلال خبراتنا السابقه يعني وتعاملنا مع الامتحانات. طبعا يعني الامتحان ده مش للمذاكره، للمراجعه. يعني انا محتاج ايه عشان خاطر اراجع؟ وبالنسبه للرياضه طبعا انا بخش وبحل امتحانات وبشوف افكار مسائل جديده، لكن مش محتاج وقت طويل جدا عشان اقعد اراجع او اذاكر الماده من جديد. يبقى الولاد بيذاكروا غلط. هما بيقولوا لسه يبقى الولاد كده حضرتك بتقولوا ده معناه ان الولاد بيذاكروا غلط. يعني طيب بيذاكروا غلط. يا هقول لحضرتك حاجه، يعني بيذاكروا الطريقه غلط. طيب اميره رجعت تاني. اميره من اسكندريه. الو الو. ايوه يا اميره. ايوه لو سمحتي، انا كان عندي تفطار جدول الثانويه العامه مش حلو خالص. يعني الجدول مش حلو؟ مش حلو خالص. طب ايه اللي مش حلو فيه؟ يعني المواد بقوا يعني ورا بعضها والتاريخ. طيب اميره حاولي تكلميني تاني. طب معانا مين يا جماعه؟ رانيا. ايوه. اي رانيا. الو صباح صباح الخير رانيا معانا. طيب ندى من اسكندريه. ندى. ايوه مع حضرتك. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا ندى. ازاي حضرتك؟ عامله الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا بالنسبه للمشكله اللي انا دلوقتي طالبه خلص ثانويه عامه، بياخدوا التخصص بيبقى ماشي مقبول كويس في كليه الصحافه او الاعلام، الاعلام او الصيدله. بس المشكله طبعا اللي هو شكل البنت لازم تبقى حلوه ولازم تبقى طويله ولازم يبقى ليها مواصفات كل ده. طبعا مواصفات فين؟ مين اللي حلوه وطويله بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك لو في كليه طيران او في كليه الطيران انت عايزه تدخلي. كليه مش لازم تبقى حلوه، بس هي لازم تبقى طويله شويه متهيألي. يعني بيأفوروها قوي حضرتك. طب انا مش عارفه يا ندى، حاولي تكلمينا تاني. معلش في حاجه في التليفون ولا ايه يا جماعه؟ طب دي مالهاش دعوه، بس يعني جميله قوي ان هي بنوت عايزه تدخل كليه الطيران. انا فرحانه بيكي قوي يا ندى. يا رب يا رب يوفقك فعلا وتدخلي كليه الطيران. طيب يا فندم، حضرتك بتقول دلوقتي امتحانات الرياضه اللي الولاد كلهم بيشتكوا منها. امتحانات عامه يعني امتحانات المفروض الطالب بيراجع اثناء الامتحانات، هو مش بيذاكر اثناء الامتحانات. يعني هو المفروض بيذاكر، ما بيبقى عايز يحصل بقى. يعني انا مش متخيله ان انا احط منهج السنه كلها في دماغي وفي ذاكرتي وانا داخله امتحن. ازاي؟ ايوه ماشي، بس الكلام ده المفروض يبقى من ماده وماده بقى، عشان لو هيذاكر قبل الامتحانات الماده وماده 10 ايام واسبوعين. لا ما لو هيذاكر اكيد مش هينفع. لكن هو المفروض الجدول ده وقت الامتحانات للمراجعه مش للمذاكره. يعني انت تقعد تذاكر طول السنه مش تاخد دروس بس وتركن الورق، تاخد دروس وتركن طول زي ما احنا ايه بنعمل. اصح حكايه الدروس، يعني حضرتك قلت كذا حاجه دلوقتي على المعلم الثانويه العامه، وبرده هستند لخبره حضرتك في هذا المجال. من 20 سنه معلم الثانويه العامه كان اكيد مختلف عن دلوقتي. طيب قبل ما معلش يا فندم، بس عشان هنشوف دلوقتي جزء من افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديد ونرجع حالا طبعا نقلا عن التلفزيون المصري، ونرجع نكمل هذا الموضوع، موضوع الثانوية العامة. ابقوا معنا مشاهدينا. عشان استفيد بوجود القوة البشرية بتاعت الطلبة، وعشان اقلل العمل البشري، عشان ما احطش بقى هنا 1000 و2000 بقى. الوزارة بقى ايه؟ الوزارة بتتعمل ايه؟ احنا برضه هنتكلم ساكت. احنا وصلنا لايه؟ يعني ده كتير جدا. انت النهارده عندك نظم حديثه تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه، تخليك تبقى مطلع وشايف، وعندك خفيف حركه. يعني ايه خفيف حركه؟ يعني عناصر موجوده في عربيات بيتدربوا وقت ما انذار في خلال ثانيه يتحركوا على المكان اللي فيه الخطر. لكن ما اقدرش اتكلم في الاطفاء، ما اقدرش اتكلم في العناصر اللي رفع الكفاءه والسير، ما اقدرش اتكلم فيها. لكن ضمن سياق اللي هي فندم الكيان الكبير كله اللي هو الاكاديميه، يعني هخدم على ده وده بس. عنصر واحد. حاضر. عنصر واحد. حاضر. ارجو ان احنا نراعي الكلام ده. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الف مبروك. ايوه سيادتك، السور خرساني سيادتك، السور داخلي هنا 1.8 كيلو، والسور الخارجي ده سيادتك 2 كيلو. خرسانه سيادتك بتاع 6.6 و7 ضد ده لسه هنحط في زقه. انا قلت ان انا اصور ما انا عارف سيادتك حمل طارق مباشره يعني سيادتك المشروع لسه سيادتك تجينا نعمل كونسلت الامن
سيادتك انا هنفذ سيادتك دي سيادتك كنت تقول لا ده سيادتك ده ما تعيد لا ده الشوط حطيته في كل اللي احنا كده هتلاقي تكاليف مش عارف يعني لو انا حاطط برج هناك كده البرج ده عايز اربع افراد الاربع افراد دول عايزين يناموا في مكان تعمل هنا عايزين ياكلوا في مكان تعمل هنا تجيب اكلتك لا هو سيادتك والامن الحديث كله كده سيادتك مش حقيقي بس هو 6 متر قليل عادي مش كويسه كده لما انا اعمل حاجه مع الموضوع كويس مش شايف الموضوع ده حاجه كويسه ده كان جزء طبعا زي ما احنا شفنا نقلا عن التلفزيون المصري من افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من أكاديمية الشرطة. زي ما احنا شفنا سيد الرئيس كان بيوجه طبعا باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة وبيوجه بأكيد طبعا النظم الحديثة دي هتسهل علينا حاجات كتير. مقر وزارة الداخلية الجديد حاجة مهمة جدا، حدث مهم جدا هنتابعه مع حضراتكم على مدار اليوم طبعا اكيد على شاشتنا شاشه دريم. استاذ محمد اهلا بيك مره ثانيه، ونرجع نستكمل حديثنا عن موضوع الثانويه العامه وكونك قد توقفنا عند موضوع المعلم. حضرتك راضي عن هذا الوضع بصراحه؟ يعني بالنسبه لايه؟ بالنسبه لوضع المعلم، معلم الثانويه العامه المفروض انه ناس كتير جدا كانت، ودي شكوى برضو يعني، يمكن الناس لما عرفت ان احنا النهارده هنتكلم في موضوع الثانويه العامه المعلمين نفسهم اشتكوا، قالوا احنا الطلبه نفسهم بقوا بيقولوا لنا لا مش لازم تشرحوا في الفصل ما هناخد درس. في حاجات كده سلوكيات غريبه جدا بتؤدي للي احنا المصيبه اللي احنا ساعات بنشوفها في الامتحانات. انا هاخد دروس بقى وخلاص، انا مش لازم احضر، انا مش عارف ايه، انا المدرس ده. حضرتك بتشوف طبعا السنترز بتاعت الدروس الخصوصيه الثانويه العامه يعني اللي بتخلي يعني طبعا دي مشكله كبيره طبعا، رعب من ضمن حاجات المرعبه، من المشاكل الكبيره اللي بتواجه وزاره التربيه والتعليم. طبعا عندنا عدم بالذات السنه الثالثه ثانوي على فكره الثانيه فيها التزام، لكن ثالثه ثانوي فعلا الطلبه هجر الفصول تماما. احنا بنجهز دلوقتي الاجراءات الجديده ان شاء الله هيعلن عنها العام القادم بالنسبه لثالثه ثانوي، لكن عايز بالنسبه للحضور والغياب، بالنسبه للحضور والغياب بس مش موضوع درجات عشان بس ما نتكلمش فيه. ما هو انا لو ربطت مختلف الحضور والغياب بالدرجات هيحضر، ما هو كل مشكلته دلوقتي الم الدرجات. المحاضره السنه اللي فاتت بالفعل يمكن نسبه الحضور تعدت 95% في بعض المدارس. خلينا برضو برغم ان اللي باين او اللي ظاهر عدم حضور الطلاب، لكن انا طبعا بتواصل مع محافظات خارج القاهره والجيزه بلاقي نسبه حضور معقوله من 80 لـ85%، الوادي بتعدي 90%. خارج القاهره والجيزه خارج القاهره والجيزه طبعا الحضور بيبقى اعلى. هو بره يعني بره القاهره والجيزه بيبقى الدروس اقل مثلا؟ طبعا المدرس بيشرح طبعًا في الفصل طبعا طبعا. فيعني مش عايزين نعمم التعميم. طب ليه اشمعنى بقى هنا بيبقى طبعا طبعا المستوى الاقتصادي بيبقى اقل شويه، مثلا القرى طبعا في كل المحافظات خاصه في الدلتا بيبقى فيها حضور عالي جدا. بيبقى طبعا ما يصحش ان المدرس ما يحضرش او ما يشرحش في بس في هنا بيروح يعني بيقضي معظم وقته في السنتر بتاع الدروس الخصوصيه. يعني طبعا احنا بنعمل حاجه جديده للكلام دوت. بالاضافه طبعا احنا عاملين حاجه اسمها المجموعات الدراسيه، ويمكن غيرنا قرار وزاري بتاع المجموعات السنه دي، وقلنا حتى عشان الطالب مثلا لو هو نقول ان هو مش فاهم المدرس ده في الفصل احنا عملنا المجموعات، وقلنا ان الطالب من حقه يختار المدرس في اي مدرسه. يعني يروح يعني انا النهارده عجبني مدرس في مدرسه ثانيه غير مدرستي اروح واسجل نفسي طالما مقيد في الثالثه ثانوي واروح حتى لو هو مش في المدرسه دي، حتى لو مش في المدرسه. المهم يدور على المدرس اللي بيستريح له واللي هو عايز يشتغل بس يبقى تحت السنه دي. المجموعة دي بتبقى كام طالب تقريبا؟ يعني المجموعة بتبقى حوالي 20 طالب. 20 طالب مش كتير. بشوف في مركز لا هو مش كتير بس بشوف بقى طبعا ده في مراكز الدروس الخصوصية بيبقى فيه يعني عدد كبير جدا. طبعا بيبقى عدد طبعًا كتير طبعًا جدا زيه زي وزي الفصل. بس انا مش عارفة اتجاههم ليه اللي ده يقول لك المدرس ده كويس، المدرس ده بيقول الحاجات اللي جايه في الامتحانات، هو هيعرف ازاي؟ يعني هي برضو في كده حاجات احنا حفظنا نفسنا وحفظنا اولادنا الموضوع ده. انا بشوف يا فندم والله يعني بما ان احنا بس بنتكلم عن الثانويه العامه بشوف ناس طلبه او اولياء امور بيدوا نفس الماده درسين ثلاثه
مش فاهمه ليه، نفسي حد بس يكلمنا كده يفهمنا ليه بتاخد نفس الماده عند اتنين مدرسين او ثلاثه، وبعدين ارجع اشتكي اقول الثانويه العامه قطمت لي ظهري من الدروس ومن المصاريف ازاي. ما بقول ساعتك ده بيحصل فعلا، الصراع قلنا على نص درجه والدرجه، هو ده الصراع اللي عامل المشاكل دي كلها. طب انتوا خطتكم ايه المحاربه حكايه النص درجه دي يعني احنا يعني طبعا الثانويه العامه هتتغير وهيبقى ليها شكل جديد مرتبطه بقدرات، احنا بس يعني هتتغير ان شاء الله قدرات بقى يعني إيه؟ بس عشان الناس ما تتخضش مش السنه دي يعني، لا مش السنه دي بس يعني الامل الامل موجود يعني في قانون جديد معروض بس بقى شكلها ايه فندم يعني هنبطل اللي انا بتمناه يعني خلينا بس لان الموضوع مش هيبقى وزاره التربيه والتعليم لوحدها اللي هتشترك في دوت، هيبقى في حوار مجتمعي، هيبقى في ناس من مهتمين بالتعليم، هيبقى في مجلس نواب، كل ده هيشترك في الموضوع دوت. لكن انا بتمنى طبعا ان يبقى فيها جزء من القدرات ويتم بشكل عادل بجنب المواد القوميه اللي هي العربي والتربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والانجليش طبعا يبقوا موجودين، وفي بعض المواد المؤهله للكليات اللي ممكن الطالب عايز يخشها تبقى وفقا لقدراته، وما بقاش معيار المجموع هو الحاجه الوحيده يعني. ده الشكل الواحد ممكن يقول ان هو ممكن ده يحقق المعادله اللي احنا بندور عليها. هو انا يعني حضرتك قلت انك يعني دلوقتي كان في يعني بدانا ان احنا نتكلم على التعليم مثلا في سنغافوره، التعليم في كذا، التعليم في اماكن معينه عايزين مناهج. او المناهج. طب انا دلوقتي لو بصيت على المناهج دي فندم وقارنتها اكيد بيبقى يعني طبعا في حاجات كتيره جدا منقوصه عندنا، انا ناقصني ايه عشان ابقى زي ده؟ يعني ايه الحاجه اللي ناقصاني؟ يعني طبعا احنا المناهج طبعا في الثانوي وبالذات في الرياضه يعني احنا بنقترب من مناهج سنغافوره، وده تحكيم الناس المختصين، لان احنا كمان جنب الناس المختصين احنا بنقترب في المناهج بس مش في طريقه التدريس. بالظبط في حاجه بقى غلط كده. يعني مثلا دليل المعلم من ضمن الحاجات اللي شفناها ولقينا فيها فرق بيننا وبين الموجود. معلم عليه كام في الميه في الموضوع ده يا فندم؟ يعني هقول نسبة كبيرة الناس هتقول احنا بنبالغ، لا المعلم اكتر من 80%. 80%؟ اه طبعا. بس انا كده الفجوة اللي عندي اعملي منهج كويس قوي، منهج عالمي ومعلم مش بيدرسه. يعني اعملي منهج معقول جيد جدا. ما انا عشان كده بسأل حضرتك على وضع المعلم مشكلته ايه؟ طبعا يعني المشكلة طبعا التنمية المهنية، ذات الدخل، كل دي مشاكل اللي احنا بنحاول نحلها يعني. طيب بعيد عن موضوع الدخل، كل المعلمين في ثانويه عامه في المرحله الصعبه دي مؤهلين ان هم يدرسوا المناهج دي؟ ما حضرتك بتقول لي دلوقتي المناهج هل كلهم مؤهلين لده؟ احنا عندنا يعني انا بس والله ما ابالغ، احنا عندنا افضل معلمين في الدول العربيه كلها. طب ليه طريقه التدريس غلط يا فندم؟ ما بقول لك عندنا معلمين على مستوى عالي جدا من الكفاءه ونسبه كبيره قوي، وانا طبعا بحتك بالمعلمين. انت عارف سيادتك عشان المعلم يطلع الثانوي طبعا في مواد المعلم بيخش على ثانوي على طول، لكن المواد الاساسيه زي العربي زي الرياضه زي الانجليزي بيبقى هو قاعد فتره طويله في اعدادي جدا، لان تعيينه بيبقى على اعدادي، وبعد ما بيقدم وبيبقى بيبين ان هو متميز الموجه بتاع الاداره او الموجه بتاع المدرسه بياخده ويوديه مدرسه ثانوي يعني هو ما راحش ثانوي مره واحده. ما انا فاهمه. فطبعا المعلمين مستواهم عالي جدا يعني من الكفاءه. طبعا يا ريت ان احنا طيب ليه طريقه احنا التدريس غلط؟ عندنا تدريب في تخصص ده موجود في الاكاديميه لاول مره، تدريب في التخصص نفسه يعني التنميه المهنيه شغاله على التوازي مع التطوير يعني. طيب كان في سؤال بخصوص الطلبه اللي بيكونوا عندهم ظروف خاصه، يعني مثلا بيمتحنوا في مستشفيات او كده، اللجان بتاعتهم تبقى عامله ازاي؟ ماذا يراعى في هذه اللجان؟ احنا ما عندناش لجان في مستشفى خالص، ما فيش لجان في مستشفى. احنا عندنا طالب عنده ظروف مرضيه بنعمله تاجيل للدور الثاني من الدرجه الفعليه، ما فيش غير 57 357، وبيبقى المراقب والرئيس اللجنه بيبقى من الوزاره. تمام. يعني طبعا احنا كان عندنا حادثه سابقه في 2008 كان في بعض الناس استغلت الامور ديت وعملتها بطريقه مش طبعًا. صح 57 357 بس فقط لا غير طبعا طبعًا. ودي بتبقى لجنه بتنزل بتشوف بتراجع التقرير، يعني الموضوع مش بسيط ومش سهل، عاملينه ضوابط صارمه. تمام يعني. عظيم جدا. طيب معانا تليفون غاده من القاهره. ايوه يا غاده. صباح النور، اتفضلي. انا عايزه اقول لحضرتك ان جدول الثانويه العامه وحش جدا. الايه الجدول؟ جدول الثانويه العامه وحش جدا. طب قولي لي بس ايه وحش في ايه؟ ايه مشكلته؟ حاطين ما بين العربي والانجليش يوم واحد، فاحنا مش هنلحق نراجع السنه كامله في يوم واحد. مش هتلحقي تراجعي السنه كام؟
تمام. مع ان حضرتك ما تقدريش تسمعيني ان احنا اللي خدناه السنه كامله هنقدر نراجعه في يوم واحد، قصه بقى ورايتنج وحاجات كتير جدا. يعني الجدول وحش فعلا. الجدول الاولاني هو اللي كان حلو. الاولاني اللي هو فين ده الاولاني؟ القلق. طب انت عارفه يا غاده ان اللي حاطط الجدول السنه دي الطلبه؟ يعني سمعتي عن الموضوع ده؟ والله بس ايه؟ هو فعلا الجدول وحش، يعني هو الجدول مش مدينا الفرصه ان احنا نراجع كله. مش انتوا اللي حاطين الجدول يا غاده؟ لا احنا ما حطيناش حاجه. انا اتفاجئت بان الجدول نزل على التلفزيون ودخلت على النت وشفته الجدول. لا فعلا مش حلو. يعني هو كان الجدول اللي قبله كانوا حاطين 3 ايام ما بين كل ماده وماده. طيب كمان علم الرياضه كانوا متاحين. اتحاد الطلاب، اتحاد الطلاب اللي بيمثلكوا هو اللي حط الجدول والوزاره وافقت عليه، ما عدلتش فيه حاجه. الاتحاد ما انا مش عارفه والله. انا سمعت كده ان الجدول، يعني انا شفت الجدول اول مره بعد كده قالوا اخر تعديل هيكون الاسبوع اللي بعده. ما فيش، الوزاره ما عدلتش حاجه. ما فيش تعديل خالص. فيش تعديل. استاذ محمد سعد بيقول لك ما فيش تعديل. وكمان في غلطات بتبقى في المناهج، يعني في غلطات في منهج الجغرافيا، يعني حاجات يعني كتير. طب لا قولي لي بقى ايه غلطات المناهج دي؟ يعني مثلا كان في عندنا اصغر دوله في العالم دوله الفاتيكان مساحتها نص كيلومتر، جايين في صفحه ثانيه كاتبين ان مساحتها 8 من 10. انت حافظه الكتابه غدا ولا ايه؟ قالوا عليها، قالوا ان فيها 3 لغات. انت ادبي؟ في درس ثاني قالوا فيها 4 لغات. انت ادبي ولا علم؟ لا انا ادبي. ادبي. اه ادبي بتشتكي من الجدول ازاي يعني؟ طب استاذ محمد بيقول لك انت الجدول بتاع ادبي حلو. اه بتاع ادبي حلو، لكن الفكره في العربي والانجليش هم دول اللي عاملين عقبه على كل حاجه. ده هيبقى حد عربي والتلات انجليش. والتلات بس انجليش. ده موجود في سنوات سابقه، يعني لو بصيت على على مش السنه بس انا عايزه ارد السنين اللي قبلها هتلاقي بين العرب والانجليش. طب بصي يا غاده انت ايه مشاكل؟ انا عايزه بس عايزه حضرتك ترد على موضوع الغلطات اللي بتبقى في الكتاب. في مواد ايه تاني فيها غلطات؟ تقريبا بيبقى فيه برضه في التاريخ، بس انا مش فاكره ايه الغلطات بالظبط. يعني التاريخ كمان المنهج كبير جدا، المنهج فيه رغي بطريقه يعني فظيعه. في رغي، يعني في رغي كتير جدا، انا مش قادره احفظ الكم ده خالص. يعني لحد دلوقتي ما نمتش حتى فصول كامله. المنهج كبير، يعني انا بحاول ان انا اجيب حتى سين جيم، يعني برضه مش لما الفصل كله، فصول كبيره جدا وفيها رغي كتير جدا. تاخدي دروس طبعا؟ اكيد. في كل المواد؟ في كل المواد. انت كنت بتحضري في المدرسه؟ طيب حاولي تكلمينا تاني، جينا على الدروس بقى والتليفون قطع. هدى من القاهره، هنرد عليك يا غاده بس ناخد تليفون هدى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. دخليني نعم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك انا عندي مشكله عايزه اوصلها لسعاده معالي الوزير. اتفضلي يا فندم. عندي مشكلة عايزة أوصلها، أرجوك تقفوا معايا. وأنهي وزير يا فندم؟ وزير مين؟ وزير التعليم. وزير التعليم؟ طيب اتفضلي يا فندم. يا ريت حضرتك بس، أنا كنت منقطع. أنا مدرسة، انقطعت عن العمل. أيوه أنا لا معلش مدام هدى، ممكن توطي التلفزيون؟ وقفوا جنبنا. ممكن توطي التلفزيون؟ وأنا تعيانة، ما رجعتليش فلوسي. انا محتاجه حضرتك توطي التلفزيون. اسمعيني من التليفون مش سامعاكي كويس. حضرتك انا يعني كنت مدرسه، يعني ما زلت، يعني ما زلت انا في الشغل. فيا ريت حضرتك، انا انقطعت عن العمل كنت عيانه، فيا ريت فلوس الانقطاع ترجع يا سعاده الوزير ارجوك. انا كنت عيانه وفلوس انقطعتي عن العمل، ما خدتيش اجازه؟ هترجع لي مديره شؤون العاملين تبع اداره المرج، مش عايزه ترجعها لي اداره المرج. اداره المرج مش عايزه ترجعها لي. طب مش تروح التامين الصحي؟ المدير العام اصلا. رحتي التامين الصحي؟ اسمعيني بس يا مدام هدى، رحتي التامين الصحي جبتي متفوقين في الثانويه العامه؟ ايوه رحت التامين. ايوه بتعالج. ايوه عندي السكر وسرطان الثدي. طب سكر وسرطان ادوكي اجازه في التامين؟ ما زلت انا بتعالج، ما زلت بتعالج. ايوه عندها سكر، عندها كانسر. انقطعت عن العمل يعني حضرتك؟ لا ما خدتش اجازات، انا انقطعت عن العمل. هي انقطعت. ففلوس الانقطاع المفروض بترجع لي. يعني القانون المفروض ترجع لي. مش تبعي بس، القانون طبعا. يا ريت حضرتك، انا بناتي من المتفوقات. بناتي انا من المتفوقات. حضرتك بناتي من المتفوقات. طيب بقول لحضرتك ايه يا مدام هدى؟ هو انت ما خدتيش اجازه من التامين؟ ما خدتش اجازه، لان ساعتها ماما كانت في حادثه عربيه. لا حضرتك، انا السيده الوالده كانت في حادثه عربيه. اللي هي ربطتني وعلمتني كانت في حادثه عربيه. طب ما كتبتيش طلب للوزاره؟ مش عارفه الاجراء. مش عايز يجيب لي حق.
بناتي متفوقات الثانويه العامه طلعوا الاوائل على اداره المرسى. اداره قدمت شكاوى للمديريه مش عايزه تتخذ اي اجراء تعمل لي اي حاجه. انا اللي قاعده ببناتي دلوقتي مطلقه وقاعده ببناتي. يا ريت حضرتك تقفي معايا وتوصلي الشكوى للوزير. يا ريت يا ريت يتكلم على الهوا دلوقتي وفي اي وقت يطلب لي 03. والله حاضر والله هوصل له الشكوى. حاضر على التليفون بتاعي ده. حاضر. هم أيوة هم سامعيننا. هم سامعيننا. هم سامعيننا في الوزاره. انا اتحطمت انا وبناتي. بناتي ما زالوا متفوقين جوه الجامعه. استاذ محمد كمان سامعك متفوقات حضرتك من الوزاره. يعني هنحاول. انا اتحطمت بالنسبه لاي سيده. انا اتحطمت. ايوه انا اتحطمت كمدرسه. اتحطمت. بص يا هدى هدى لو سمحتي ممكن بس ما تقفليش علشان اعرف اخد رقم تليفونك بس. لو حد ممكن يطلب رقمك علشان يقدر يساعدك. واحنا اكيد طبعا صوتك وصل وهنحاول ان احنا يعني نساعدك اكيد يا مدام هدى. طيب معانا اسلام من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايز اكلم حضرتك بس في موضوع الجدول. الجدول دلوقتي. اتفضل يا اسلام. تمام. دلوقتي انا ادبي. انت ادبي. من اسكندريه. فدلوقتي او حضرتك يعني وزيره التربيه والتعليم حاطط التاريخ في اخر ماده وقبليه يوم ونص. احنا كطلبه حنعمل ايه؟ انت بتقول وزير التربيه والتعليم هو اللي حاطط الجدول؟ لا امال مين اللي حاطط الجدول؟ اللي حاطط الجدول اتحاد الطلبه اللي بيمثلكم. الطلاب هم اللي حاطين الجدول. وزير. ما هو برضه ما هو يعني الجدول اللي هيرضي ناس ومش هيرضي الباقي. المفروض. طيب يعني معلش يا استاذ محمد رد عليك. خليك معايا يا اسلام. خليك معايا. اتفضل. هو الجدول يا اسلام زمايلك كانوا موجودين وفاتحين موقع الاتحاد وتواصلوا مع كل الطلبه على مستوى الجمهوريه وفي رضا تام من الجدول. وهم لما جابوه احنا اعتمدناه 100% ما غيرناش في الجدول اي حاجه خالص. اسلام قبل منهج التاريخ مع حضرتك يرضي مين قبل منهج التاريخ يوم واحد يوم ونص؟ ما هم الاتحاد اتحاد الطلبه قال ان هم يعني تواصلوا مع كل الطلبه وان انتوا وافقتوا على الجدول ده وبالتالي الوزير وافق عليه وصدق عليه. ما هو مش كل اللي هتمثل بقيه مصر كلها. ازاي يعني يعني منهج التاريخ ده انا مش هبص عليه طول يعني طول شهر رمضان بتاع الامتحانات. ازاي في يوم ونص هعرف استرجع كل ده والمنهج كم كبير جدا؟ ازاي هعرف استرجع كل ده في يوم ونص؟ يرضي مين؟ طيب هو طبعا اكيد الجدول اللي اتحط وفقا ليك واكيد مش هيرضي الجميع. بس يعني دي تاني شكوى تجيلي دلوقتي من موضوع التاريخ ده. بقى التاريخ فيه رغي كتير زي ما زميلتك قالت من شويه يا اسلام. طيب ولاء من جنوب سيناء. ولاء ولاء معانا. الو. الو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ولاء. اهلا بيكي. انا عايزه بس اقول لحضرتك ان الجدول بتاع الثانويه العامه دوت تم التوافق عليه من خلال متخصصين في الوزاره بجانب الطلبه. لا ما اشتركناش فيه خالص. طب استاذ محمد بيقول لك هم ما اشتركوش فيه خالص ده الطلبه بس. يعني هي دي تبقى رؤيه الطلبه. انا موافقه على كده. انا باكد على كده. تمام. تمام مفيش مشكله. الجدول عاجبك يعني؟ مبسوطه من الجدول؟ الجدول عاجبني. انا مدرسه. صوتك صغير انت كارنيك طالبه. الجدول مدرسه لغه عربيه. طب كويس. انا كنت عايزه اطرح على حضرتك موضوع بخصوص الاسكان في جنوب سيناء. الشقق المطروحه والمشروع الكبير قوي قوي اللي مطروح هنا في جنوب سيناء. معلش يمكن انا عارفه ان الموضوع خارج النقاش. ده مش موضوعنا يا مدام ولاء. نعم ده مش موضوعنا للاسف. طب معلش ممكن تتواصلي مع زمايلي علشان بس في ناس كتير عندها اسئله على موضوع الثانويه العامه. انا اسفه. ولما نعمل وما تقفليش استني ما تقفليش. طيب ناخد نهله من الغربيه. نهله. طب منى من القاهره. الو. طب حاولوا تكلمونا تاني معلش يا جماعه. طيب هنتكلم بقى عن موضوع التاريخ لان جالنا شكوتين منه استاذ محمد. تمام. ندى كانت بتقول التاريخ فيه رغي كتير قوي. يعني التاريخ فيه رغي كتير. طيب ماشي. التاريخ هو التاريخ يبقى ايه؟ رغي. يبقى سرد. لا سرد للتاريخ مش رغي. سرد للتاريخ. ما التاريخ هيبقى فيه سرد للتاريخ. طب انت شايف منهج التاريخ ازاي بقى؟ يعني عامة ما هو برضه هيشوفوا متخصصين. يعني انا هشوفه من وجهة نظر مش متخصصة.
خلينا نقول ان احنا المنهج بتاع السنه الجايه اللي الكتب اللي نازله 16 17 بيتراجع دلوقتي، واذا كان في حاجه محتاجه حذف هيتشال، اذا كان في حشوه هيتشال، اذا كان في حاجه اضافه هتتحط. لكن منهج التاريخ لسه موجود، ما بقالوش فتره طويله موجود، يعني من فتره متعدل من السنه اللي فاتت في جزء كبير، ولكن مع ذلك احنا كل سنه بنراجع وبنشوف، يعني ممكن السنه الجايه ما يكونش في الشكوى دي ان شاء الله. طيب معانا سعيد من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، اتفضل. حضرتك انا غير راضي على مدير التعليم الاساسي. على ايه يا فندم؟ بعدين ممكن تديني بس الدرجه الغيره اشرح فيها الحقيقه وبسرعه يعني. بص حضرتك احنا دايما الثانويه العامه دايما ما بنهتمش بالتعليم. استاذ سعيد انا اعلي صوتك شويه بس، معلش مش سامعاك كويس. بقول لحضرتك عشان منظومه التعليم اللي عندنا في مصر لازم نهتم بالتعليم الاولي اللي هو الابتدائي. انا لازم اسس الطفل من الاول تاسيس صح 100% وهيئه واشوف موهبته ايه. هل ده يقدر يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع محاسب، وابتدي الغي بقى ثانويه عامه والكلام ده كله، ونعمل منظومه كرسي كبير كده بحيث ان الكرسي ده الطالب يخلصه يبقى دكتور ماهر، يخلصه يبقى مهندس ماهر، وليه يبقى دكتور يبقى دكتور، ما ينفعش يبقى دكتور الدوله ما تخلش عليه فلوس وخلاص، ممكن تعلم حاجه ثانيه. فمعلش احنا النهارده عندنا ميزانيه وفلوس معينه بتشتغل فيها التعليم. ليه ما بنبدأش كل جهد نشوف موهبه الطالب من صغره؟ انا مش هشوف موهبه الطالب وهو كبير، لازم من البدايه وهو صغير. فحضرتك يعني في شغل قوي جدا على البلد من ناحيه التعليم. تمام. يبقى في تعليم حديث يعرف الطالب من صغره كده ده هوايته ايه؟ هوايته هيطلع دكتور، اجيب له بقى الكورس بتاع الدكتور، اديله مثلا العربي الاساسي الانجليزي الدين، شوف ده عشان يبقى دكتور ماهر اللي انا ممكن اعمله له، واعمله له كرسي ما فيش اولى وثانيه وثالثه واثقل على الناس وعلى ودروس خصوصيه ومش دروس خصوصيه والكلام ده كله. يعني يا ريت يبقى في منظومه حديثه نتعامل بيها ونشوف قدرات الطالب ده ممكن يغير يطلع ايه بحيث يطلع مهندسين ويطلع دكاتره نقدر نستفيد هنا في البلد وخارج البلاد. فمعلش يعني. تمام. طيب استاذ محمد هيرد عليك حالا، بس معانا تليفون النهله. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا نهله. انا كنت عايزه اتكلم عن جدول الثانويه العامه. هي فعلا البنت اللي اتصلت من شويه بتقول ان الانجليزي قبل يوم واحد ده صعب جدا على الطلبه، واليوم ده هيبقى اول يوم رمضان. يعني الجدول المقترح ده مش الجدول المقترح اللي نزل، ده مش الجدول المقترح بتاع الطلبه، المقترح كان احسن شويه. اللي مريح الطلبه شويه. طيب اللي محطوط دلوقتي نهله. نهلة. ايوه. اللي محطوط دلوقتي الطلبه هم اللي حاطين. لا لا مش الطلبه، المقترح مختلف عن ده. المقترح اللي انت بتتكلمي عليه ده يا نهله كانت الوزاره هي اللي حطاه. اوكي اتغير، اللي كان كويس هو اللي اتغير. ما هو الطلبه قالوا احنا عايزين نحط الجدول السنه دي. اتغير يا مدام، مش هو. لا لا هو الجدول بتاع الاثنين معايا. لا مش هو الاثنين معايا، الجدول الاولاني كان الانجليزي قبل يومين. لا الجدول الاولاني، الجدول الاولاني ده كانت الوزاره اللي حاطاه مش الطلبه، الجدول الجديد هو اللي الطلبه حاطينه. لا اللي الطلبه حاطينه، لا ده بيتهيألي حتى اي حد يتكلم يشوفه يعني عقلانيا كده لازم يغير يحط اللي الوزاره حاطاه مرتاح، وبعدين حط لهم الوطنيه والاحصاء مع بعض، كان يعني قبل كده الوطنيه لوحدها الاحصاء لوحدها مع الاقتصاد اوكي. انما دلوقتي هنبقى اول يوم رمضان الطالب يذاكر منهج انجليزي كله في يوم الاثنين ويروح يمتحن الثلاث، كتير جدا عليه. انت شاركتي في انت في اتحاد الطلبه؟ لا انا مش اتحاد الطلبه، انا ام لطالب السنه دي في ثانويه عامه علمي علوم. طيب خليكي معايا. طيب استاذ محمد هيرد عليكي، اتفضل يا استاذ محمد. برضه هاكد ان الجدول المقترح احنا حطيناه للطلبه يشتغلوا عليه، حطينا لهم بدايه ونهايه، حطينا لهم المواد وترتيبها، هم اللي غيروا الترتيب دوت وقالوا ان في توافق بنسبه تعدي 80% و 90% للطلاب على هذا الجدول. فطبيعي ان يبقى في حد طبعا معترض، لكن احنا خدنا الجدول بتاع الطلاب 100% ما غيرناش ولا حاجه فيه خالص. بالنسبه للاخ اللي كان بيتكلم على التعليم الصفوف الاولى، اولى وثانيه وثالثه، احنا طبعا عندنا مشروع اسمه مشروع القرائيه،
وده شغال من سنوات. واحنا عندنا الطلبه في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي الطلبه بتكتب وتقرا وبتشكل يعني الحمد لله المشروع دوت شغال كويس جدا. وعندنا للولاد اللي هم ما طبقش عليهم قراءيه في رابعه وخمسه وسته بنعمل لهم برامج علاجيه عشان نعالج موضوع القراءه والكتابه. كمان اهتمامنا بالمراحل الاولى ان في القانون الجديد اللي هيبقى موجود هيبقى في ميزه للمعلم اللي شغال في الصف الاولى، يعني معلمه الفصل موجوده في اولى وثانيه وثالثه هيبقى ليها ميزه طبعا ميزه ماديه هتميزها عن باقي زميلها. فده يعني طبعا احنا بنقوله وبنطمنه ان احنا المراحل الاولى من التعليم الاساسي ديت موجوده في اهتماماتنا يعني كوزاره. طيب هدى معنا، هدى من القاهره. يا استاذ انا ما كملتش طلباتي بالنسبه لاني علمت بنات متفوقات وجالي انهيار عصبي. ايوه ايوه يا استاذ معايا حضرتك. ما انت قفلتي وما عرفناش ناخد تليفونك يا هدى. جالي انهيار عصبي لا مؤاخذة يعني انا بقيت طلباتي ما قلتهاش. طب بس احنا خدنا التليفون يا هدى مش انت. لا ما انا ما قلتش بقيت الطلبات لما طلبها من المدير العام قال لي طلباتك ايه؟ ما عملهاليش. ان اوطي التليفون التلفزيون؟ ايه لو سمحتي. اوطي التلفزيون؟ لو سمحتي. طب حضرتك دلوقتي انا يعني كنت تعيين 87 المفروض ان الوزير يسوي لي بقى بتعيين 87 في مرتبي. طلبات الوزير ان يسوي لي بتعيين 87. طيب هو انت يا هدى مرتب ساميه حسن هي في مدرسه اسامه بن زين هدى دي تعيين 87 زي هدى. انت لما قفلتي من شويه حد اخذ رقم تليفونك ولا لا؟ مده سنين خدمتي اللي اتقطعت عن العمل ورجعت سنه 96. طيب اخذتوا رقم هدى يا جماعه؟ خدوا رقمك معانا الرقم. حاضر يا هدى والله حاضر. طيب واكيد صوتك وصل يعني مش معقوله كل ده وصوتك لسه ما وصلش. في اعتراض على لسه على الجدول يا استاذ محمد ويعني لحد دلوقتي يعني انا بقول لحضرتك الجدول من يوم ما اتحط تقريبا ما جاتش مشاكل خالص ما جاش اي اعتراضات. واحنا طبعا الجدول اتحط وكل الاجراءات تمت تجهيز الجوابات الندب الكلام ده كله فلا تعديل في الجدول عشان برضو نبقى فيش تعديل في الجدول نهائي يعني خالص. ده كلام مفهوش طيب. مناقشة يعني ان احنا اخدنا الجدول بتاع طلاب 100% ومفيش نية لتعديل عشان بس ما نقفل الموضوع دوت وما مش هينفع يعني طيب. يعني احنا هنعمل ايه اكتر من احنا بناخد 100% من الطلاب ما يعني طيب يا فندم عايز ارجع بس تاني عشان اقفل الموضوع بتاع الاستاذ سعيد اللي كان بيتكلم من شويه على موضوع ان هو عايز يخلي المراحل التعليميه كلها زي الكورسات كده. حضراتكم بتقولوا بتطبقوا مشروع او موضوع القرائيه ده او مبادره القرائيه في الصفوف الاولى الثلاثه الاولى في الصفوف الثلاثه الاولى. طب في حاجه بخصوص المواد الثانيه يا فندم؟ مواد القرايه والعربي وفي الحسابيه وفي للانجليش كمان. ده بيبقى الحسابيه والانجليش ده بيبقى ازاي؟ الحسابيه قرائيه عربي، الحسابيه بتبقى جدول الضرب والجمع والطرح وطبعا الانجليش برضو في التركيز. بحفظه ولا بفهمه؟ لا بيفهم طبعا. اسلوب القرائيه مختلف تماما عن اسلوب الحفظ. بس ده خلاص ده شغال حضرتك ده شغال والولاد اللي ما لحقوش القرائيه بنعمل لهم برامج علاجيه داخل المدارس الابتدائيه. طيب معانا ايمن من شمال سينا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا دلوقتي بشكي من الجدول بتاع الامتحان. ايه مشكلتك مع الجدول؟ والله الجدول حضرتك يعني حرام يعني الفيزياء احط 3 ايام ولا حتى الانجليزي حتى يوم واحد. ايه ده علمي ولا ادبي يا ايمن؟ انا علمي علوم حضرتك. علمي علوم. ها شكوتك في انهي بالظبط يعني انهي وقت ما بين ماده وماده؟ العربي والانجليزي. الجدول ككل مش متظبط ازاي يعني احطه يوم كامل بس انجليزي والفيزياء يعني حوالي طب ما يحط الاحصاء والوطنيه بعد العربي يعني سيب فيها. هو انت سمعت يا ايمن انت نعم. سمعت ان اتحاد الطلبه المفروض بيمثلكوا طلبه ثانويه عامه هو اللي حط الجدول ده وتوافق عليه؟ انت سمعت عن الموضوع ده؟ ايوه حضرتك سمعت بس مين اساسا هم اللي بيمثلونا دول؟ طلبه يا ايمن زيك طلبه زيك ماشي انا فاهم بس حضرتك المفروض يراعوا ظروفنا. الطلبه دي مين الطلبه دي؟ هو مفيش طلبه وكل محافظه مش الطلبه دول بيمتحنوا زيك؟ ده امين اتحاد الطلاب في الثانويه العامه. امين اتحاد الطلاب في الثانويه العامه بيمتحن زيه زيك بالظبط. المفروض بعد كده يكتبوا اي حاجه ان شاء الله الموقع ولا اي حاجه احنا حتى نتواصل معاهم. انت ما تواصلتش معاهم؟ عندهم والله ما اعرف ولا حاجه انا بس بيقولوا الموقع كان شغال. استاذ محمد بيقول لك اهو
كانوا شغالين مع زمايلنا. حضرتك والله انا ما اعرف الموقع اسمه ايه اساسا، وفي نفس الوقت انا طلعان عين دروس طول النهار، بصحى من الساعه 7 الصبح انام الساعه 10 بالليل، وانا طول النهار دروس، مش ما فيش لاقي وقت افتح كتاب اذاكر. انا حتى بتاخد دروس من اول السنه؟ بتاخد دروس طول اليوم؟ ما بتبطلش تاخد دروس طول اليوم؟ من شهر 8. يعني انت بتاخد دروس بس يا ايمن مش بتذاكر؟ لا ايوه هي يعتبر الدروس بس، وبس المدرسه حضرتك كمان يعني المدرسين نفسهم بيقولوا يا طلبه تعالوا ما تغيبوش، يا جماعه تعالوا احنا عايزين نديكم. المدرسين هم؟ طب ما المدرسين بيقول لك تعال اهو، تعال اهو اشتغلوا. دي حاجه حلوه. انا مش مشكلتي من المدرسين، انت مش فاضي عايز تروح تاخد دروس؟ والله على راسنا من فوق المدرسين كلهم. بس في حضرتك احنا بعد كده المفروض كل حاجه الموقع ينزل في المدرسه على الاقل، حتى عشان خاطر الطلبه تتواصل يعني تتواصل. طب ده بخصوص الجدول، انت ما ردتش على سؤالي، انت بتاخد دروس بس ومش بتذاكر؟ لا الحمد لله بذاكر، بس يعني بحاول ان انا اصحى بنام والله الساعه 3 الفجر. طب بالعافيه. طيب اجتهد وتعب وربنا ان شاء الله. انت يعني على قد تعبك ان شاء الله ربنا يعني هيكافئك على قد تعبك. شكرا يا ايمن. المدرسين بيقولوا الطلبه تعالوا اشتغلوا. طيب. يعني عشان بس ما نقولش ان الدنيا كلها يعني تمام. حسناء من الاهليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا مشكلتي دلوقتي انا ابويا متوفي. اتفضلي يا حسناء كملي. بابا متوفي. ماشي. وسيبنا كلنا كسر، وماما اتحملت علينا، ودلوقتي احنا انا ما فيش حد فينا بيشتغل، شغلوني انا مدرسه تجاره. انت عايزه شغل؟ عايزه شغل. امي مريضه. ممكن ما تقفليش ارجوكي بس عشان اعرف اخد الرقم. ما تقفليش. منى من القاهره. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا زمان؟ الحمد لله. اتفضلي حضرتك والاستاذ محمد سعد منور الدنيا. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. هو مع حضرتك سامعك. اهلا اهلا محمد بيك. الحقيقه يا فندم انا في المجال مع سيادتك، وحظي ان انا بشوف سيادتك متعلمه مجالي. يعني احنا شفنا وسمعنا شكاوى الطلبه، يا ريت برضك نظر في الجدول. يعني مش بنتصلش برضك ان في اتحاد طلاب، برضك انتوا لكم راي مهم كتربويين، ويا ريت في نظره في الموضوع ده. انا عايزه بس اكلم سيادتك في جزئيه المدارس، سواء تعليم فني او تعليم ثانوي. احنا دلوقتي يا فندم بتواجهنا بطاله وبطاله تراكميه، فبنعمل من سيادتك ان التربيه والتعليم ان يبقى فيه تصنيف للطفل من صغره في الحاجه اللي بيحبها. والتصنيف ده انت حضرتك عندك في الوزاره عندنا احصاء وتنسيق. اقدر اعرف الطلبه اللي بيحب مثلا مجال الزراعه هيطلع مهندس زراعي مثلا سي 10، يبقى ال 10 دولت متصنفين بعد كده هيروحوا للمجال اللي هم بيحبوه، سواء تعليم فني بشتى بقى المجالات او تعليم ثانوي. بالنسبه للنظري فبنرجو من حضرتك تعديل المناهج مهم جدا، بناء مدارس بتناسب قدرات الطلاب، الكثافات في الفصول، ده كله لازم. انا في تصوري اليابان او الصين او ماليزيا او دول احنا بناخد منها الخبره، احنا لينا طبيعه برضك ما شاء الله، احنا شايفين اللهم صل على النبي الانتاج والتنميه، شايفين خطوات جميله في البلد. ده كله عايز اليات تطلع تخدم سوق العمل. سوق العمل ده هيبدا بالتعليم يا فندم. وبعدين في تصرف التعليم يا فندم ناتج ان الاطفال برضك بيبقوا في حاجات مش حابينها من صغرهم، فبالتالي بيتجه لصناعه اللي هي الصناعه اللي هو الاطفال اللي بيسموهم الاطفال اللي هم الشوارع او الاطفال اللي هم العماله اللي هم بيشتغلوا من صغرهم. ده ناتج برضو على فكره من قصور التعليم في سياسات التعليم نفسها. فبنعمل من سيادتكم ان التعليم منذ الصغر حتى نهايه الثانويه العامه يكون في نظره لاليات سوق العمل، مع الاتفاق مع وزاره التربيه والتعليم والمعارف مع القوى العامله مع شتى وزارات. تمام. مشكله التعليم عندنا يا فندم. تمام. اللي انت بتقوليه ده مهم جدا يا منى، وما يتقالش في حلقه واحده الحقيقه، يعني ده حاجات كتيره جدا ليها علاقه بموضوع التعليم. النهارده احنا مخصصين الحلقه عن الثانويه العامه بس اللي انت بتقوليه ده مهم فعلا جدا جدا. بشكرك يا منى. معانا علي من الاقصر. ايوه يا مدام. اتفضل يا استاذ. أيوة. علي. الو استاذ علي، وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون بعد اذنك. وطيته خالص التلفزيون. طيب اتفضل يا الو. سامعاك. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لسيادتك انا ظلمت الثانويه العامه لابني في امتحانات الثانويه العامه وحصل ابني على درجات، لو سمحتي اسمعيني. سمع والله اتفضل. ظلمت ابني السنه اللي فاتت في امتحان الثانويه العامه وحصل ابني على درجات، لحد دلوقتي انا ما استردتش الفلوس. هو تبع كنترول ايه؟ هو كنترول ايه؟ كنترول قطاع اسيوط. قطاع اسيوط سيادتك. ايوه مديريه الاقصر. مديريه الاقصر. مديريه الاقصر. سيادتك هتتوجه للكنترول طبعا. الطالب اللي بياخد درجات بيروح له وصل عن طريق البوسطه. طب اسمع الاستاذ محمد سعد معاك، اسمعه. اتفضل يا استاذ محمد. كل الطلبه اللي زادت درجاتها موجود ايصال بتاع البريد موجود في الكنترول، لو توجه الكنترول هيلاقيه موجود يستلمه. تمام. طبعا اللي بيزيد بنرجع له 100 جنيه تاني. سمعت يا استاذ علي؟ ما استلمتش الفلوس لحد دلوقتي، اسيوط قاعد في الاقصر. ما انا بقول لسيادتك اهو، لو نقدر نبعتها، احنا خايفين بس تتوه في السكه. لو سيادتك تبعت حد يكون مثلا اقارب درجه اولى يستلم الوصال الوصل بتاع ال حد من اقارب درجه اولى. طبعا عشان معايا ابني في اسيوط نفسها. طيب خليها توجه للكنترول وانا هكلمه. حاضر. ماشي يا باشا. حاضر. شكرا يا استاذ علي. تشكر يا استاذ محمد. تحت امرك. تحت امرك. شكرا يا فندم. بشكر. محمود من جنوب سيناء. الو. اي فندم اتفضل. انا كنت عايز اتكلم على موضوع الثانويه العامه ده. اتفضل. اتفضل. الثانويه العامه بالنسبه للجدول الطلبه طالب؟ اتكلموا على الجدول والكلام ده، انت قدامكم السنه كلها تذاكروا فيها. انت طالب يا محمود؟ طول السنه مش مشكلة بقى يوم ولا نص يوم قبل الجدول. انت طالب ولا مدرس؟ ولا ولي امر؟ مدرس. انت مدرس؟ اه. مدرس ايه؟ علم نفس. علم نفس. طب اتفضل كمل كلام. يعني الطالب قدامه السنة كلها ان هو يذاكر فيها، فما يجيش قبل الامتحان مثلا ويقول لا الجدول وحش والجدول حلو. انت السنة كلها بتذاكر فيها. الطلبه اللي بتلعب طول السنه وتيجي اخر السنه عايزه الجدول بقى ايه، يبقى قبلها اربع ايام قبل الماده. طب ليه؟ ذاكر طول السنه وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ماشي انا معاك، بس انا برضو مش عايزه اوتر الطلبه يعني قبل الامتحانات. ما هو ده مش توتر، هم لما يذاكروا طول السنه ويعملوا اللي عليهم هيلاقوا لو الجدول كل يوم يوميا حتى ورا بعض مش هيبقى في مشكله بالنسبه لهم اللي مذاكر يعني. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ محمود. معانا شذا من القاهره. الو. ايوه وانا كنت عايزه بالظبط قوي زي ما الناس بتقول كده. مش سامعه يا شذا، علي صوتك. بتقولي ايه؟ بقول ان الجدول مش وحش قوي زي ما الناس عماله تقول انه وحش وكده. لا هو حلو ومش ظالم مواد كتير، يعني في مواد يعني مثلا مواد زي التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع مش مظلومين. انت طالبه يا شذا صح؟ اه انا ثانوية عامة. علمي ولا ادبي؟ لا ادبي. انت شايفة الجدول تمام يعني؟ ايوه يعني مثلا احنا اخر مادة عندنا اللي هي يوم 23 هيبقى فرنش، يوم 28 التاريخ، فازاي قبل التاريخ حد بيقول يوم ونص؟ طب بفرق بين ده وده اربع ايام غير اليوم اللي فيه. اربع ايام ونص. مش يوم ونص، هو يوم 26 ده ماس، مش 26 علم رياضه اللي بيشتغل. علم رياضه هي ادبي. طيب يا شذا في عندك مشاكل تانية في الثانويه العامه؟ انا شايفه ان انت ما شاء الله ما عندكيش مشكله، ربنا يوفقك. الادبي مستريح جدا في الجامعه. طيب ربنا يوفقك يا شذا ويوفقك ان شاء الله. والادبي بعدين علم علوم وبعدين نجات. معانا نجات من القاهره. ايوه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا نجات. انا مش طالبه، انا وليت امر طالبه في الثانويه العامه. اتفضلي يا فندم. انا بس هي كانت مشكلتي بس ان الجدول الفتره الزمنيه ما بين الماده والثانيه يا فندم ضيقه قوي، يعني يومين وبعدين يعني المفروض ان هم رغم ان هم بيمتحنوا هم قايمين في رمضان يدوهم مده كافيه عشان يذاكروا الماده اللي جايه. ده بس هي دي مشكلتي، لو يبقى ينفع ان في تعديل في المسافه الزمنيه ما بين الماده والثانيه ده يبقى كويس قوي قوي يعني، يا ريت. طيب الاستاذ محمد سعد بيقول مفيش تعديل في الجدول يا فندم، لان الجدول المره دي اللي حطه اتحاد الطلبه. هو طبعا الجدول بيخلص. هو معاكي سامعك. الجدول بيخلص وبعدين بيبقى في فتره يعني بتتخطى الاسبوعين عشان نطلع النتيجه. بتطلع النتيجه بيبتدي مكتب التنسيق يشتغل. النتيجه دي عندنا طلبه دور تاني بيمتحنوا في نص 8 وبعد كده عندنا بدايه دراسه، يعني هيبقى في تنسيق وقبول في الجامعه وطالب لازم يخش دور تاني ويلحق يذاكر اذا كان عنده ماده ومادتين.
فلازم تدوا فتره بين دي ودي عشان يذاكروا. الجامعه لازم تاخد وقتها عشان تبدا تسكن مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه. يعني الجزء نفسه كله من اول 6 لحد نص 9 كله مشحون بموضوع الثانويه العامه، سواء تنسيق او امتحانات دور ثاني او نتيجه او تصحيح. تمام. طيب شكرا يا مدام نجات. وواضح ان يعني الجدول فيه ناس اكيد طبعا، بما ان يعني هذا العدد الكبير من الطلاب والطلاب السنه دي هم اللي حاطين الجدول، فاكيد في ناس كتير جدا هتوافق وفي ناس هتعترض، دي حاجه طبيعيه جدا. بس اللي احنا شايفين، بس حضرتك يا استاذ محمد شايف ان الجدول العلمي والادبي كويس بقى من وجهه نظرك هو بقى طبعا الادبي يعني. الادبي بيبقى اكتر واحد بيبقى مستريح في الجدول. ليه؟ الادبي مواده بتبقى اقل شويه، وبعدين العلم علوم وبعدين علم رياضه. علم رياضه قلنا ان عنده يعني يومين زياده، لان فروع الرياضه مقسومه لفرعين بنديله كل فرع في يوم، غير مثلا كده حاسس انه مضغوط. غير مثلا الرياضه التطبيقيه والرياضه البحته بيقابلها احياء وجيولوجيا. هنا الرياضه التطبيقيه مقسومه جزئين والرياضه البحته مقسومه جزئين، فعشان كده بيبقى عنده يومين زياده في الجدول. تمام، هو ده الفرق يعني. طيب كان في سؤال يا فندم لحضرتك، ايه اللي ممكن يتعمل لو لا قدر الله حصلت ازمه للطالب وهو في لجنه الامتحان او في طبعا نرد طبعا. احنا عندنا في كل لجنه في طبيب او زائر صحيه لو حصل اي حاجه اثناء الامتحان حسب الوقت، يعني بما يتخطى مثلا مش 12 الى 5 والامتحان يخلص 12 و 12 الى 10، حصل حاجه للطالب الدكتور بيشوف الطالب، لو محتاج يتنقل مستشفى بيتنقل مستشفى لا قدر الله. نتمنى الشفاء والصحه لكل ولادنا، بنأجل له امتحان للدور الثاني من الدرجه الفعليه. ده في ولاد بيحصل لهم ازمات من الحاله النفسيه لان بيبقى خايف قوي وهو رايح يمتحن. احنا طبعا التعليمات الوزير لكل الساده الملاحظين ورؤساء اللجان ان هم يوفروا الجو الهادي لكل ولادنا عشان يعرفوا يذاكروا، يوفروا لهم الجو فعلا يقدروا يمتحنوا فيه ويقدموا امتحانات كويسه ان شاء الله باذن الله. طيب في ناس كانت حد كان بيسال برضو على موضوع اللجان في السجون. احنا عندنا طبعا السنه دي عندنا 5 لجان في السجون، والعدد السنه دي اقل من السنوات اللي فاتت. بتتابعوها ازاي؟ احنا بنحط لجنه جوه مقر السجن، بنودي رئيس اللجنه ومراقب اول ملاحظين من عندنا وبيخشوا. طبعا وزاره الداخليه بتتعاون معانا في هذا المجال الشؤون المعنويه، واللجنه بتروح تراقب وبتوزع ورق اجابه وبتستلمه وبتجيبه وبتسلمه كنترول يوميا. تمام. وبالنسبه بس عشان ناكد تاني على موضوع المستشفيات اللي حضرتك قلته من شويه، ان المستشفيات بس 57 357 فقط، مفيش في مستشفيات تانيه لجان ثانويه عامه خالص. مستشفى السرطان بس 57 357 فقط، علشان بس ايه الموضوع اللي حصل ساعه 2008. طيب معانا مريم من القاهره. الو يا فندم. ايوه يا مريم. انا كنت بس معترضه ان الجدول، انا مش معترضه على الجدول، انا علمي رياضه. معترضه على طول كده؟ طب قولي لي بس انت علمي ولا ادبي ولا ايه؟ علمي رياضه. علمي رياضه. معترضه طبعا، حقك، اتفضلي. مش معترضه على الجدول. امال معترضه على ايه؟ انا الجدول الاول اللي كان نازل في الاول كان بالنسبه لي صعب جدا، لان انا علمي رياضه. علمي وادبي، علم علوم وادبي، انا مش عارفه هم كانوا معترضين على ايه. علم علوم ممكن يكون معترض عشان خاطر ان كان قدامه اسبوع في الجيولوجيا واسبوع في الاحياء. انا بين الديناميكا يوم والاستاتيكا يوم والتفاضل يوم ونص، كنت مظلومه جدا. بس انت دلوقتي تمام يعني؟ وبالنسبه لمنهج علم الرياضه، منهج معقد جدا، مش محتاج ان هو يتحط له 30%. ده حرام. انت شكوتك من المنهج صح؟ نعم. شكوتك من المنهج يا مريم. المنهج معقد جدا، مش محتاج ان هو في الامتحان يتحط له 30%. احنا عندنا اسئله محتاجه ذكاء وتفكير بطريقه عاليه جدا. طيب. وكمان يعني المفروض برضو الوزاره تسال نفسها ليه علم الرياضه بيبقى قليل بالنسبه للادبي وعلم علوم؟ دايما علم الرياضه هو بيبقى عدده قليل جدا. طب خليكي معايا كده يا مريم. استاذ محمد معلش ترد عليها. طبعا مناهج رياضه في السنه دي الثالثه ثانوي بتتعدل، ويمكن الكتب بتتحكم دلوقتي للسنه الجديده. لكن عايز اقول ان 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 عندنا ميزه كويسه قوي، ان دايما الصراع على الاماكن في الجامعه مرتبط بكل مجموعه، يعني العلم رياضه لوحده وعلم علوم لوحده بمجموعه، يعني ما قارنش نفسي بعلم علوم ولا بادبي. ان الطلبه اللي داخله علم رياضه كلها بتتنافس على الاماكن اللي موجوده مثلا في كليه الهندسه في الحاسبات ايا كان. فالموضوع هنا في تكافؤ فرص، كلنا كرياضه داخلين امتحان واحد، داخلين في زمن واحد، داخلين في وقت واحد. فما عندناش مشكله في ديت، يعني هي تطمن، يعني هي تجتهد بس. طمني يا مريم. مريم انت معانا؟ طيب يعني طمني، مفيش مشكله يعني ان شاء الله.
بس احنا عايزين يعني برضو هو برضو قصة ان هي اشتكت من قصة المنهج او موضوع المنهج، بس برضو فندم يعني اكيد في تعديلات حضرتك بتأملها في السنوات اللي جاية خصوصا في المواد دي. ازاي بقى الرياضة المنهج الرياضة كله هيتغير السنة اللي جاية دي؟ هيتغير يبقى ازاي؟ منهج جديد معتمد على ايه اكتر يعني نطمن الناس نفرح الناس نطمن الناس المنهج في ليه تحكيم لازم يحقق نسبه اكتر من 90% مع لجنه التحكيم. في لجنه بتحكمه دلوقتي لجنه متخصصه يعني احنا في طريقنا لتغيير كتاب ثالثه ثانوي بتاع الرياضه. هيبقى نازل السنه الجديده منهج رياضه جديد ان شاء الله في الرياضه بس ولا في حاجه ثانيه السنه الجايه بقى ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت غيرنا الفلسفه وغيرنا الجغرافيا كل دي مناهج جديده كل سنه بنغير. بس عامه كمان لان حضرتك برضو بتقولي المنهج انا ممكن احط منهج كويس قوي ويتدرس غلط او يتدرس غلط او يعني الطلبه اللي في تنميه مهنيه وتدريب على اي منهج جديد للمعلمين. موجود بياخد وقت قد ايه بقى التنميه المهنيه في وقت الصيف في الاجازه يعني لازم نبدا دراسه جديد للمعلمين كلهم متدربين دليل المعلم معمول كويس جدا المنهج على مستوى عالي. دليل المعلم ده بيتضمن ايه فن؟ يعني التدريس بتاعه الخطوات بتاعه الدرس المفاهيم كل دي حاجات بتتحط في دليل المعلم. يعني طيب حضرتك شفت اكيد يعني تجاوزات سواء من الطلبه او المعلمين وبرضه هستند لخبره حضرتك في المجال ده. كان في شويه تجاوزات بقى على مدار السنه سواء من خصوصا في المرحله اللي هي بتبقى حساسه جدا ما بين الطالب والمعلم اللي هي الثانوي، هو بيحس انه كبر خلاص وكبر على انه يسمع الكلام. فده حضرتك شايف ده ازاي بصفتك تربوي بقى؟ طبعا يعني ده بيبقى عيب كبير على المعلم ان هو لازم يتعامل مع الطالب ازاي. طبعا هي مرحله سنيه خطيره جدا مرحله المراهقه للطالب. التاثير بيبقى من الصديق بيبقى اكتر من تاثير كمان الاب والام في البيت. يعني الاولاد بالذات في المرحله ديت بيبقوا دايما رافضين دايما معترضين. لو انا بحسسه ان هو مش المفروض يعمل اي حاجه في الدنيا غير ان هو ياخد الدروس ويذاكر انا برضو بتعامل معاه غلط. المعلم عليه دور كبير جدا. الاخصائي الاجتماعي داخل المدرسه عليه دور كبير جدا. المرشد التعليمي عليه دور كبير جدا داخل المدرسه. المجموعه اللي موجوده في المدارس الثانوي مجموعه متمرسه كويسه قوي عندها خبرات تراكميه كتير بيتعاملوا مع المرحله الثانويه. بتهيألي الثانويه العامه على المستوى العام بمشاكلها اللي موجوده السنه دي مشاكلها قليله جدا ومن السنوات اللي فاتت كمان يعني. بس يعني حضرتك شايف السبب في الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي غير ان عدم التاهيل؟ يعني في حاجه كده غلط في السلوك سواء من هنا او من هنا يعني سواء من الطالب او من المعلم في حاجه مش مظبوطه. يعني احنا المجتمع كله اتغير في الفتره الاخيره مش الطلبه بس. احنا عندنا المجتمع شكله اتغير مش عايزين نخش في جزء بعيد عن التعليم. لكن لا ده مش بعيد عن التعليم ده التعليم ده مجتمع الصغير اللي بيخرج ليه. خلينا نتكلم مش التعليم بس خلينا نقول ان في تغير في مجتمعنا كله. يعني في تغيير موجود وكلنا حاسين بيه. ما هو ده مجتمع مصغر طبعًا للي هيخرج ليه طالب بعد كده. ما انا خايفه على المرحله السنيه دي. والطالب ده جزء من المجتمع. احنا بنتعامل مع مثلا في التربيه والتعليم مع 20 مليون طالب. ما انا لما الاقي بس تجاوز بالمنظر ده من واحد يعني من طالب واحد حتى هيخرج للمجتمع مش هيبقى سوي لو انا سبته كده اكيد طبعًا يعني طبعًا ما مرجعش اشتكي. عشان كده بقول لحضرتك لا مرتبط جدا بالمجتمع الكبير اللي احنا عايشين فيه. طيب معانا محمد من كفر الشيخ. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اتفضل. ايه لو سمحت بس انا طالب في ثانويه عامه. اتفضل. إيه كنت بتكلم عن ان الدكتور رضا حجازي قاله ونازل في الجرايد النهارده عن قرار بتاع ندب اعضاء قانونيين في لجان الثانويه العامه. طب يا فندم احنا جايين نمتحن وجايين طالع عينينا طول السنه عشان نمتحن عشان مش عشان مراقبين قضائيين هم اللي يراقبوا علينا مثلا او كده. ان احنا يعني هو مش هيراقب. امال هيكون ايه شغلته؟ طب اسمعني بقى خليك معايا ما تقفلش. اسمع الاستاذ محمد هيقول لك هو إيه؟ عضو قانوني داخل كل لجنه. عضو قانوني داخل كل لجنه بس هو عضو واحد وده هيبقى مكانه تحت جنب رئيس اللجنه. لأي مشكله تحصل لا سمح الله بيبتدي ياخد اجراءاته القانونيه. لكن اللجنه كامله يا محمد مش كل يعني مش كل فصل هيبقى لا 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 ده اللجنه كامله ومش هيراقب عليكم خالص. في عضو قانوني يعني تحسبا لاي مشكله حصلت بس ده مش هيراقب ولا انت هتشوفه اصلا يعني مش هيبقى موجود. كان بيجي من الاداره بيبقى على بال ما بيجي بيبقى المشكله زادت. لكن هو موجود في اللجنه هيندب جوه اللجنه لو في اي حاجه هياخد اجراءاته داخل اللجنه. معايا محمد؟ ودي حاجة طبعا حماية لأولادنا الكويسين يعني مفيش. تمام. ايه المشاكل اللي ممكن يتدخل فيها العضو القانوني ده؟ لو في تحقيق مع أي زميل من الملاحظين، في مشاكل خارجية، في مشاكل مع طلاب، كل دوت بيبقى موجود للتحقيق.
تمام. طيب لكن هو مش هيخش اللجان ومش هيراقب، مش هيدخل اللجان عشان الشائعات، ما انا عارفه الوقت ده لازم يطلع فيه شائعات قد كده. طبعا الكلام مش مظبوط. طيب خالص. كويس يا محمد ان انت سالت السؤال ده يعني علشان بس يتم توضيحه. معانا ميرفت من هنا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ميرفت. انا ولية امر وبنتي ثانوية عامة. انا الجدول كويس الحمد لله، الجدول جميل. هي علمي علوم، بس انا اللي معترض عليه المواد الغير مضافة، يعني المواد الغير مضافة قصادنا من اولى حضانة لتانية ثانوي. ايه المواد الغير مضافة؟ العامة مش محملة ان انا احط لها احصاء واحط لها وطنية وينزلوا يمتحنوها، هما ما يعرفوش عنها حاجة اصلا. يعني انا ابني كان من 3 سنين من ثانوية عامة وما شاء الله تفوق وكل حاجة، انا ما عرفتش ان عنده وطنية ولا هو عارف الا من الجدول، لما اتحط الجدول في اخر السنة قبل الامتحانات. لا بيدرسوها، وفي مدارس ما بتستلمش الكتب بتاعتها ولا ليها اي لازمة ولا يعرف عنها حاجة، وطنية واحصاء والمواد اللي هي الغير مضافة دي كلها. انا على عيني وعلى راسي مادة الوطنية، علموا الطفل الوطنية من اولى حضانة لغاية تانية ثانوي، شربوا الوطنية وحب الوطن وكل حاجة مفيش اعتراض، بس تعالوا في ثالثة معلش يعني سيبوا الطالب في حاله، يعني مش ناقص احصاء غير مضاف، وطنية غير مضاف، ليه واقتصاد وحاجات لا بتنفعهم في كليات ولا بيدرسوها ولا بيفهموا. انا عندي بنتي ما عندهاش يعني. طب بص فين الكتاب، فين هي ايه الاحصاء، هي ايه الوطنيه، ولا حتى الكتاب بتاعها فين اصلا. طب ليه يعني حل عليهم، وبعدين هينزلوا يوم احنا هنا في قنا نار الجو، يعني رحمه ربنا سبحانه وتعالى الجو رهيب، وينزلوا يوم مخصوص ويصحوا من 6 الصبح وينزلوا يمتحنوا المادتين ويرجعوا، وكل ده المادتين غير مضافين وما لهمش لازمه في تدريسهم قصادنا من اولى حضانه لتانيه ثانوي، واحنا بندرس لهم المواد دي على عيننا وعلى راسنا. الثانويه العامه بقى لا سيبوهم في حالهم، ادوهم المواد المضافه اللي هم منحورين فيها طول السنه، مفيش ده لا وطنيه ولا احصاء ولا اقتصاد ولا الكلام ده كله يا فندم، ملوش اي لازمه. نشوفها. متشكرة جدا. شكرا يا مدام ميرفت. يعني انت يعني انا موافقة معاكي بنسبة ومعترضة شوية بنسبة. برضو هقول تاني قصة ان المادة تبقى ملهاش دعوة بالمجموع او كده، انا مش عارفة هي ليه ما بيبقاش ليها دعوة بالمجموع يا فندم، بس قصة ان انا ما درسلوش تربية وطنية او ما ياخدهاش او ما يعرفش انه عنده تربية وطنية، ما هو طبعا ما يعرفش انه عنده تربية وطنية الا من الجدول لانها مش في المجموع، فهو مش مهتم بيها، مش حاسس انها ليها لازمة اصلا. احنا عندنا بداية الدراسة السنة دي كان تقريبا اكتر من 90% من الطلبة في المدارس، عشان كان في تطبيق 10 درجات. ممكن ده تم يمكن لحد نص 10، ممكن اكتر من نص 10 كمان، بس حضرتك اكيد هتاخد كلام مدام ميرفت في الاعتبار يعني. طيب حاضر، بس طبعا بس بقول لسيادتك كل الطلبة عارفة ان في تربية وطنية وهو موجود معاه مواطنة وحقوق انسان سنة تانية ثانوي، موجودة التربية الوطنية في أولى ثانوي، يعني الطالب مش عارف. لا ما عارف، بس الموضوع مش داخل في مطنش عشان الموضوع مش داخل في المجموع وعشان طريقة التدريس برضو مش مظبوط. احنا الكتاب بقى فيه شخصيات تاريخية، مش بتكلم على الكتاب، الطريقة يعني اللي بيدرس بيها الكتاب في في الحساب وفي الحسبان. يا ريت يا فندم، يا ريت. الطريقه مهمه جدا، مش مهم انا بقول له ايه، على قد ما انا بقول له ازاي. يعني اراعي بس نفسيته واراعي عقليته، ما استخفش بعقله هو، يعني مش احفظه خلاص. عموما يعني دي كانت كده يعني شويه تفاصيل حبينا نقولها عن موضوع الثانويه العامه. ربنا يوفقكم، الموضوع مش بالخوف اللي احنا متخيلينه. السادة أولياء الأمور ياخدوا بالهم كويس قوي وبيحاولوا ان هم ما ينشروش الخوف، بس كلمة بقى حضرتك توجهها للطلبة وأولياء الأمور قبل ما نختم. طبعا أنا هوجه طبعا يعني للطلبة بعض النصايح المهمة يعني اللي الطالب لازم ياخد باله منها هو في الامتحان. الحاجة الأولية طبعا الطالب لازم ما ياخدش الموبايل معاه الامتحان بأي شكل من الأشكال، لأن وجود الموبايل معاه في الامتحان بيعرضه إن هو للمسألة القانونية، إنه ممكن تلغي امتحانه في المادة حتى لو ما فتحش الموبايل. تمام. مجرد ما يفتح الموبايل بيتلغي امتحانه بالكامل أو بيحاول يجش. فيعني بلاش الطالب بيراهن على مستقبله وعلى تعب السنة كلها إن هو يبقى الموبايل معاه. الحاجة الثانية والحاجة المهمة، إحنا عندنا أول يوم اللغة العربية، أول مادة فيه. دايما الشكاوى اللي بتجيلي في اللغة العربية كل سنة الامتحان طويل والوقت مش وقت الامتحان.
احنا عندنا في اللغه العربيه في اسئله اختياريه. ارجو من ولادنا، وده يعني يا ريت ان ده كل طلبه تسمعه، ان هو يجاوب على الاسئله الاول اللي هي الاجباريه. يعني لما يجي يقول له جاوب على سؤالين، على سؤال واحد من اسئله القصه، يجاوب على سؤال واحد. لو خلص وعنده وقت يبتدي يحل السؤال الثاني. يعني نقي واحد من اثنين يجاوبه كويس، وطبعا لما بيجاوب الاثنين احنا بناخد الاكتر. لو جاب هنا اربعه وهنا خمسه بناخد الخمسه. طيب. لكن ده بيضيع له وقته في الامتحانات. الامتحان محطوط على قد الاسئله اللي محطوطه، مش الاسئله اللي محطوطه كلها، على قد الاسئله اللي مطلوبه منه. كمان الامتحان محطوط على قد الوقت ومراجعه. فده يعني رجاء لكل الطلبه، ان اول يوم اللغه العربيه عشان هو طبعا يبقى عنده بعد كده الحماس اللي يكمل بيه الامتحانات. ارجو ان الطلبه تجاوب على الاسئله اللي مطلوبه فقط لا غير. تمام، وربنا يوفقكم بالتوفيق باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا استاذ محمد سعد، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانويه العامه بوزاره التربيه والتعليم. شكرا يا فندم. ومشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه وتكونوا اتبسطتوا منها. تقدروا تشوفونا في اي وقت، تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب دريم تي في، وتقدروا تشوفونا او تتابعونا كمان على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش. بكره ان شاء الله هشوفكم 9 صباحا بتوقيت القاهره، حلقة جديدة وصباح جديد وصباح دريم.